ولحد يومنا باختصار شديد. يعني كانت الحركة في الفكرة الجمهورية، الناس اللي بيحملوها من الأخوان والأخوات الجمهوريات لحد كبير جدا حريصين على إنه تكون يعني تقريبا نفس الكلام اللي بيقوله الأستاذ نحن بنوصله للناس. وفي الوقت ذاك نحن طبعا كنا يعني فترة الستينات والسبعينات ويمكن لحد الثمانينات، بعد ذاك الحركة وقفت. الفترة دي كانت يمكن تكون فيها عمل كبير جدا ومحتشد في نقل الفكرة الجمهورية في أركان الحوار وفي المحاضرات وإلى آخره. ونحن كنا يعني في الوقت ذاك يعني يمكن لحد كبير عدد كبير من الناس اللي بيحملوا الفكرة الجمهورية كانوا صغار، يعني حديثين في عمرهم، وكانوا برضو قليلي التجربة في الوقت ذاك. فكنا كل الهم بتاعنا إنه الفكرة الجمهورية تتنقل بنفس الصورة المكتوبة في الكتب. ولدرجة إنه نحن في أركان الحوار ناس كثيرين جدا من المعارضين للفكرة الجمهورية، خصوصا الأخوان المسلمين، بيسمونا ببغاوات، بيفتكروا إننا نحن بننقل بس الكلام عن الأصول والفروع والقرآن المكي والقرآن المدني بنفس الصورة الواردة في الكتب. وده يعني كان حرص مننا، لأن أصلا الفكرة حتى للناس اللي بتطلعوا عليها من مصادرها قاعد تشوه. فكان يعني لزاما علينا إننا نحن نكون لحد كبير جدا دقيقين في توصيلها بنفس الصورة المكتوبة بها في الكتب. وما كان في أي فرصة لأنه الواحد يضيف ولا ينقص من الكلام الموجود بقدر الإمكان. الفترة دي استمرت لفترة طويلة جدا في حمل الفكرة الجمهورية، وافتكر يعني أنتجت وأنجزت يعني مهامها بصورة لأنه في ناس كثيرين جدا يعني في الوقت ده خاصة في الجامعات التزموا الفكرة الجمهورية من أركان الحوار اللي كانت بتقوم في 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 الوقت ده. مشت الحركة لحد يعني الثمانينات بعد تنفيذ الحكم على الأستاذ. الحركة توقفت بصورة كبيرة، وطبعا في هجمة كانت على الجمهوريين، فكانت مبررة إنه الناس تقيف لمدى يعني في إنها ما تحمل الفكرة الجمهورية. وفي الوقت ده في عدد كبير جدا من الشباب، شباب الميلينيوم وشباب اللي اتولدوا لما كان التنفيذ بالنسبة للأستاذ، يعني كانوا في ناس عماره ممكن تكون 5 4 سنين مثال دكتور عبد الله البشير. فنتج جيل جديد، وجيل ده لحد كبير جدا، خصوصا الجيل النشأ في عهد الإنقاذ واتولد في عهد الإنقاذ يمكن تكون ما عنده فكرة عن الفكرة الجمهورية بصورة كبيرة جدا. ودي واضحة يعني في إنه ناس كثيرين يعني حتى لما تسألون عن الأستاذ محمود يلخبطوا لك بمحمد طه وكذا، محمد طه محمد أحمد عليه ورحمة الله. فحصلت فجوة كبيرة جدا في الجهل بأفكار الأستاذ لحد ما جينا للفترة بتاعة الميلينيوم في الوقت الحاضر، واتسعت المعلومات وجاءت وسائل التواصل الاجتماعي والميديا، يعني أنجزت إنجاز كبير جدا في الوقت ده. بدت برضه الحركة الفكرة الجمهورية توجد يعني في المنصات دي، في موقع الفكرة وفي مواقع أخرى، بقت الناس عندهم الفرصة في إنهم يطلعوا على المعلومات. فالفترة دي بتحتاج بالنسبة لنا في حسب تقييمي أنا وتقديري الشخصي، بعتقد إننا حقه الجمهوريين ياخدوا وقفة يفكروا في آليات جديدة وأساليب جديدة على أساس إنها نوصل بها الفكرة الجمهورية للناس، خصوصا إن القراء بيبقوا زي ما قلت مطلعين لحد كبير. وده يمكن سؤال بيطرح نفسه، يعني هل أن إحنا حنظل نكرر نفس المعلومات اللي كنا بنكررها في فترة السبعينات والثمانينات والستينات القرن الماضي، ولا في وسائل جديدة وآليات جديدة على أساس إنها تطرح بها الفكرة الجمهورية؟ في تقديري الشخصي أعتقد إنه الوقت جاء على أساس إنه الناس تبتدي حوار حول إمكانية تنفيذ النظرية الموجودة في الفكرة الجمهورية في الواقع. والحوار ده يمكن يناقش القضايا الأساسية، لأن الأستاذ قال إنه الفكرة الجمهورية الموجودة في الكتب دي اتوضعت كبسولة بتحتاج تنفر في الزمن. فهسه في الوقت الحاضر
والواقع اتغير وارتفع لحد كبير للفكرة الجمهورية، والناس نفسهم في أفهامهم ارتفعوا لفكرة الجمهورية. فنحن بنحتاج برضو نجدد الوسائل بتاعتنا وأفكارنا وأفهامنا، ونطرح الفكرة الجمهورية على أساس إنها كيف تنفذ في الواقع. يعني الناس بتتكلم هسه عن الديمقراطية، وبعد ثورة ديسمبر الكلام عن الحريات وصيانتها وإلى آخره، مفهوم الحرية في الفكرة الجمهورية كيف نطبق الديمقراطية، ماذا نعني بالاشتراكية عند الأستاذ محمود، وكيف تطبق في واقعنا الليلة، وما هي العدالة الاجتماعية، القضايا الكبيرة وقضايا إنه نحن مثلا بنتكلم عن إنه مشكلة المجتمع في الوقت الحاضر والصراع القائم والفشل اللي بيقوم في كل بعد كل ثورة، يعني من ثورة أكتوبر لثورة أبريل إلى ثورتنا هسه في الوقت الحاضر، في فشل كبير جدا. تقوم الثورات وتسقط الحكومات، لكن ما في حلول في الأفق توضح إنه الانتفاضات والثورات دي ماشية لقدام. نحن بندعي انه مثلا الفكره الجمهوريه فيها الحل ده، الحل محتاج لتوثيق، مش كفايه نحن نقول الاستاذ محمود بيدعو للعداله الاجتماعيه، الاستاذ محمود بيدعو للاشتراكيه والديمقراطيه في جهاز واحد، كيف تطبق الاشياء دي؟ دي الماده اللي بنحتاج انا افتكر انه نوثق لها بصوره كبيره ونتحاور حولها عشان يكون في مخارج واضحه المعالم وعمليه. في الفتره دي برزت نماذج، يعني دكتور عبد الله البشير يعني يمكن يكون راس السهم في النماذج دي بالنسبه للشباب اللي كانوا يعني صغار جدا لما الاستاذ نفذ فيه حكم الاعدام، واقترح واخرج كثير جدا من الانتاج المعرفي في مساله الاستاذ محمود بصوره بتختلف من الشيء اللي كان وارد عبر تاريخنا في توصيل الفكره الجمهوريه. يعني عمل نوع من المجهود الكبير بصبر وبتأني وبتوثيق لمعلومات، حتى نحن عاصرنا الفترة بتاعت الفكرة الجمهورية زهلنا بالمعلومات الموجودة يعني الأبرز لنا بنوع من التوثيق. فأنا بتمنى إنه الشباب الموجودين هنا يعني برضو نحصل لهم نوع من الفتح الكبير في إنهم يجدوا وسائل مختلفة ويجدوا الطرائق لتوصيل الفكرة الجمهورية مختلفة من الصورة التقليدية اللي كنا نحن بنعمل بها. محاضرتنا الليلة مع دكتور عبد الله البشير حتذهلنا، لأنها حتكلمنا عن معلومات بالنسبة لنا ولعدد كبير جدا مننا يمكن تكون كانت مجهولة، لكنه هو مشى للوثائق دار الوثائق وطلع كثير جدا من المعلومات المخفية. الكتاب الأخرج آخر كتاب ومؤلف من مؤلفاته محمود محمد طه وقضايا التهميش في السودان، ده موضوع ندوتنا الليلة. فاسترخوا واستمتعوا، وإن شاء الله تجد المحاضرة الحوار البليق بمستوى الكتاب المطروح. ودكتور عبد الله يتفضل. فائغ التقدير للأستاذة أسماء محمود محمد طه ولدعوتها لإقامة هذه الندوة، وهي دوما تحرص على الحوار حول مشروع الأستاذ محمود محمد طه، والشكر الجزيل للحضور على ما أنفقوه من وقت ومن جهد في المجيء، وآمل أن تكون جلسة فيها تلافح رؤى وتزاوج الأفكار وتكون إضافة. طيب، عنوان الكتاب هو محمود محمد طه وقضايا التهميش في السودان. المفكر السوداني الإنساني محمود محمد طه معلوم للحضور، صاحب مشروع كبير أطلق عليه أسماء عديدة، ممكن نقول الفهم الجديد للإسلام أو الفكرة الجمهورية وأسماء أخرى أنا أشرت إليها. طيب، السؤال المركزي، الأستاذ بيقول بالإضافة للفكر الجمهورية والفهم الجديد للإسلام، أيضا استخدمت في هذا الكتاب الرسالة الثانية من الإسلام، أيضا هي من أسماء مشروع الأستاذ السبعة أنا عددتها في الكتاب. فالسؤال المركزي، الأستاذ محمود بيقول الرسالة الثانية من الإسلام دعوة للمستضعفين في الأرض. للمستضعفين في الأرض، السؤال كيف
كيف هي دعوة للمستضعفين؟ ده بيحتاج لأنه نعرف. الأستاذ بيقول مشروعه جاء من أجل نصرة المستضعفين والمظلومين والمرأة أكبر من استضعف في الأرض ولا تزال. أيضا محتاجين نعرف كيف ده كيف يعني كيف إنه المشروع ده فيه نصرة للمستضعفين. والمشروع بيتحدث الأستاذ طبعا مهم كلمة تهميش حديثة أو الحديث عن المهمشين أيضا حديث، لكن معنى المظلومين والمستضعفين بكل معاني استخدم الأستاذ وهي قديمة. فكيف إنه هذا المشروع حيكون أو جاء من أجل نصرة المظلومين والمستضعفين؟ الكتاب ده محاولة في تنزيل تلك المعاني لأرض الواقع وتتبع لسيرة الأستاذ الفكرية ومواقفه إلى أي مدى كانت هي فعلاً من أجل نصرة المستضعفين. الإطار النظري موجود في الكتب والمحاضرات، وكذلك التطبيق العملي في رؤية الأستاذ في مواقفه في السودان. الكتاب حاول يسيل هذه المواقف يسيل هذه المواقف ويدرسها، لأنه السودان بلد متعدد ثقافيا، والمجتمعات ذات الطبيعة بيكون فيها تعدد ثقافي كما هو حال السودان، فيها قابلية كما قال محمد عمر بشير لتزوير التاريخ، وفيها قابلية لأن المنتصر هو يتحكم في مسار الدولة والمجتمع، وإنه المسيطر أصحاب الامتياز هم اللي بيكونوا حريصين على أن لا يحدث التغيير ويكون الوضعية دي تستمر. وبالتالي السودان فيه كثير من المستضعفين والمهمشين، وهم من الشعوب الأصيلة في السودان. ولذلك الكتاب درس مسيرة الأستاذ الفكرية ومواقفه وطرح النظر من خلال كتاباته كتبه المعروفة ومحاضراته، بالإضافة لمواقفه مربوطة بواقع السودان متصلة بالراهن. فالكتاب خلص لأنه في الحقيقة ما طرحه الأستاذ من الأربعينات والخمسينات والستينات يخاطب راهن اليوم، يخاطب قضايا اليوم. طيب، المشروع الأستاذ كما نحن نعرف فالمرجعية بتاعته هي القرآن الكريم، ولكن مرجعية في داخل القرآن هي تتصل بآية الأصول وليس بآية الفروع. فيبقى مشروع الأستاذ يكون واضح إنه الرسالة الثانية من الإسلام هي الرسالة الأتى بها النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هي كما قال الأستاذ موجودة في المصحف وهي موجودة في سنة النبي الكريم، ولكن الجديد هو الحديث عنها. يعني ما يكون مفردة أو جملة الرسالة الثانية من الإسلام تكون واضحة، لأنه دي من الأشياء اللي بيتداولوها الفقهاء. الرسالة الثانية من الإسلام متنزلة من آيات الأصول كما قال الأستاذ، آيات الحرية والمسؤولية والكرامة، كرامة الإنسان. من هنا تنزل المشروع وخاطب راهن وقضايا السودان. طيب، الكتاب عشان يعالج الموضوع ده، والسودان بلد عميق وقديم، تهيكل في 7 فصول بالإضافة لمقدمة وخاتمة وفهارس في نهاية الكتاب، إلى جانب قائمة بثبت المصادر والمراجع. الفصل الأول تناول السودان في المخيلة العربية الإسلامية، وقدم قراءة في سرديات القرون الوسطى وتأثيرها. سرديات القرون الوسطى هي الكتب اللي كتبوها الرحالة والجغرافيين العرب المسلمين اللي زاروا
العالم في عدد من المناطق ومن بين السودان وأفريقيا وكتبوا كتاباتهم، فكان من المهم أن نقيف عليها إنهم كتبوا شنو، لأنه هي أول كتابات كتبت باللغة العربية عن شعوب لا تتحدث العربية. وهذا الفصل ركز عليهم هم، طبعا الرحال والجغرافيا العرب دي عددهم كبير، لكن الكتاب الفصل أخذ 18 نموذج، وهو مثل ابن حوقل والاصطخري والإدريسي والمقدسي وابن بطوطة وابن خلدون وهكذا. هؤلاء الناس جاءوا وزاروا السودان، منطقة النوبة وبعض أجزاء من أفريقيا، وكتبوا كتابات عن أهل المنطقة، وصفوا حياتهم، وصفوا دياناتهم، وصفوا طبيعة معيشتهم، وصفوا المرأة في منطقة النوبة وكذلك إريتريا ومنطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، وتقدموا إلى وسط أفريقيا وأيضا غرب أفريقيا. الشاهد أنهم كتبوا ما رأوه وشاهدوه من ملاحظات، بعضهم دون في لحظتها وبعضهم لما رجع دون كتاباته أو مذكراته. طيب، هؤلاء عرب مسلم، طبعا فيهم برضو من الفرس، لكن المشترك بينهم إنهم من المسلمين. والمهم ننتبه لأنهم لما كتبوا عن أهل هذه المنطقة كتبوا ولم يكونوا يعرفوا اللغة التي يتحدث بها أهل المنطقة، فيبقى كتاب كتبوا عن شعوب لا تتحدث العربية. إذن وصفوا كل ما رأوه بناء على السقف المعرفي والمخيلة ومحاولة تقريب المعنى أو الترجمة أو الملاحظة. شاهدوا هذا ورجعوا فيما بعد وكتبوا الكلام كله في كتب. التدوين نفسه عشان يكون في كتب أيضا صاحبته إشكاليات. مثلا بعض الكتب هذه دونت في بلاط الحكام، مثلا ابن بطوطة في رحلته، ودي رحلة مهمة، كتبها في كتاب، لكن وين كتبها؟ في بلاط حاكم مراكش، وابن بطوطة كان يملي أو يحكي للحاكم والوزراء، وكاتب السلطان وكاتب الحاكم مراكش يدون ما يقوله ابن بطوطة. يبقى التدوين نفسه كان مرهون للعقلية اللي بتحكي، وده كان المجلس وكان بيتطلب تشويق، وبالتالي كان بيشوق في الحضور، والمدون أيضا يدون ويعيد الصياغة وفق لرؤيته. طيب، هذه الكتب ازدادت، وبعد ما طبعت تسربت لمخيلة الحكام والوزراء في المناطق العربية على ما فيها من معلومات. هذه الكتب لما أنا درستها وجدت إنه هي مهملة للإرث الحضاري لأهل المنطقة، مثلا الآثار وكل المؤشرات اللي بتدل على عراقة الحضارة ما كانت موجودة في هذه الكتب، ربما لأنه ما بعرفوها بعضهم، أو هي فوق السقف المعرفي، أو ما كانوا مدركين لأبعادها. لكن الشاهد خرجت مئات الكتب دون أن تكون فيها إشارة للإهرامات ولكل الآثار الحضارية لأبناء المنطقة أو لشعوب هذه المنطقة. وخرجت هذه الكتب بأوصاف سلبية، أوصاف دائما تجد فيها 10 أوصاف عن إنسان هو الأفريقي أو الأسود، فأوصاف موروثة من اليونانيين، إنه في صفاته أنه أقرب الشمس قريبة لمخه، وبالتالي عقله لا يفهم، ومشقق الأطراف وعفن الريحة، وإنهم هما بيأكلوا بعض وهكذا. ده وصف كان لأفريقيا اللي هي كان السودان الأسود، السودان اللي هو كان بيعني جنوب الصحراء. هذه الأوصاف تسربت للكتب وتسربت للمخيلة العربية. أكثر من ذلك، هذه الكتب في عصر النهضة ترجمت للغات الأوروبية،
وتسربت للمخيلة الأوروبية بهذه الأوصاف السلبية المنمطة عن إنسان أفريقيا، إنسان السودان، لأن السودان ده أفريقيا كان اسمها السودان في السابق، وأفريقيا هي اسم مدينة صغيرة في تونس، تمدد الاسم فأصبحت أفريقيا وأصبح السودان، تغلص إلى أن ورث السودان الحالي فيما بعد مرحلة الاستعمار لما الشعب السوداني نال استغلاله اختار أن يأخذ اسم السودان، وتنازعت معه مالي، كان مالي المفروض يكون اسم السودان، لكن حسم النزاع لصالح السودان. تسرب ما جاء في كتب الجغرافيين العرب للمخيلة الأوروبية من خلال الترجمة في عصر النهضة، وتكالبت أفريقيا مهتدية بتلك الكتب التي كتب العرب. ومن الذي قال ذلك؟ قال بازل ديفيدسون في كتابه أفريقيا تحت أضواء جديدة اللي ترجمه جمال محمد أحمد. بازل ديفيدسون كان آخر سكرتير إداري لما السودان استقل، بعد ذاك ذهب إلى نيجيريا ليكون حاكم عام نيجيريا، كتب كتابه قال في واقع الأمر ما كنا ندري، هذه الشعوب في أفريقيا كان لها حضارات عريقة مثل مروي وتنبكتو، وأن لهم تقاليد وأعراف وقوانين، ولكننا لم نعرف ذلك لأننا حينما تكالبت أوروبا على أفريقيا اهتدينا بما كتبه المزعودي والاستخري وابن حوغل والطبري والمقدسي والإدريسي وابن بطوطة، اهتدوا بهذه الكتب واكتشفوا الإرث الحضاري مؤخرا، لأن الإرث الحضاري كان مغيب في التراث العربي الإسلامي القديم من كتب الرحالة الجغرافية. من هنا أنا بخلص من المقدمة دي، إن صورة السودان البلد صاحب المبادرات الخلاقة في كوش وفي النوبة وتاريخ عريق، كما بردد أنا دائما جملة كثيرة ما رددها في المحاضرات لأنه أريدها أن ترسخ عند الناس، كما كتب واحد بروفيسور من في جامعة إسمانيا مع خديجة صفوت قالا في ورقة علمية: التعدد الثقافي في السودان أصيل، ومن حيث الأصالة والقدم لا مثيل له في العالم سوى ربما الولايات المتحدة الأمريكية، بيد أنها لا تدعي أصالة تاريخ يعود لآلاف السنين. فالبلد القديم هذا تم تهميشه في التراث العربي الإسلامي، وتم تمميط صورته في المخيلة العربية الإسلامية والأوروبية إلى حد ما. طيب كيف يمكن لنا أن نحرر هذه البلد وعقولها وتاريخها؟ أنا بفتكر مشروع الأستاذ مشروع تحريري، ولذلك لما تجي الأستاذ يقول السودان مركز دائرة الوجود كالعبارة المعروفة، لا يمكنك أن تستوعب ده بشكل جيد إلا وتنظر لها في إطار المرجعية الفكرية عند الأستاذ آيات الأصول في القرآن الكريم مغرونة بالتاريخ العريق للسودان، تقدر تدرك أن شنو معنى السودان مركز دائرة الوجود لرجوعنا لآلاف السنين. طيب هنتقل من المدخل ده مباشرة إلى موضوع الفصل الثاني، وهو التهميش نشأته وتطوره. متى ظهر مصطلح التهميش في العالم ودخل السودان؟ متى ظهر؟ عام 1928 في أمريكا، وحنتقل لأن الكلام موجود في الكتاب عشان أكسب الزمن وأسلط الضوء على الموضوع الأساسي، نصرة المستضعفين للرسالة الثانية ونصرتها للمستضعفين بيكون كيف. التهميش دخل مصطلح التهميش دخل السودان عام 1968، لكن في أمريكا ظهر 28. في العالم في عام 78 ظهر ما يعرف في التاريخ الجديد، وده عنده منظرين على رأسهم اسمه واحد اسمه جاك لوغوف، ظهر كتاب جماعي صدر في باريس اسمه التاريخ الجديد، ووصفه جاك لوغوف بأنه التاريخ الجديد هو علم في سن الطفولة، وهو علم يعتبر ما بعد مدرسة الحوليات. مدرسة الحوليات دي معروفة للناس التاريخ والدراسات الاجتماعية والإنسانية، وإنه التاريخ الجديد ركز أو على دعا للنظرة الشمولية والكلية للتاريخ، ودعا للاهتمام بالشرائح المغيبة والغائبة، وجعل منهم إنه يكونوا الأولويات الدراسة بتاعته،
ومنظرو ايضا هم دعا المنظرين او القاده او الطارحين للتاريخ الجديد، دعوا للنظر للمجتمع من خارج المركز، وانه لا يمكن ان ندرس المجتمع وندرس قضاياه ونعيد كتابه تاريخه بدون تحليل خطاب السلطه. وده موضوع مفصل، لكن ننتقل لمصطلح التهميش. دخل السودان 68، ادخلوا علي مزروعي في مؤتمر في 68 عقد في الخرطوم في جامعه الخرطوم معهد الدراسات الاسيويه الافريقيه، وتحدث عن هامشيه السودان في اطار المركز العربي العربي الاسلامي، وايضا هامشيته في اطار افريقيا. يعني السودان هامشي حينما اختار هامشي في افريقيا حينما اختار هامشيه وضعه في العالم العربي الاسلامي، وكان يمكن ان يكون غير ذلك. ولكن الذي حدث انه مزروعي ادخل المصطلح، برز المصطلح مره ثانيه في الحقيقه بدايات الثمانينات 1982، وتخلغ المصطلح عند الاستاذ على شمالي الدكتور محمد جلال هاشم في اطار مدرسه التحليل الثقافي، كان من اوائل الذين تحدثوا عن هذا، ومحمد عنده كتابات كثيره. برز المصطلح او دخل القاموس السياسي في عام 1983 حينما استخدمت الحركه الشعبيه المجموعات المهمشه، وبعد ذلك استخدم عبد الغفار محمد احمد الهامشي والمهمش في 86، ثم بعد ذاك برز المصطلح الحديث عن المناطق المهمشه، والى ان اتت اطروحه المركز والهامش اللي كانوا رواده محمد جلال، الدكتور محمد جلال هاشم والدكتور ابو بكر ادم اسماعيل، كل لديه طرح منفصل وعنده رؤيته، وفصلت انا هذا بعض الشيء في هذا الكتاب. طيب، التهميش في اللغه العربيه مفهوم انك تكون في الهامش او ثانوي، والمصطلح جديد، مصطلح التهميش نفسه جديد، لكنه المعنى بمعنى الاهمال وعدم الاهتمام والتغييب والابعاد والاطفاء، هذا موجود كمعنى التهميش كمعنى موجود ومتجدد في الحياه ومتفاوت باشكال مختلفه. طيب، نجي للاستاذ محمود والتهميش عند الاستاذ محمود. اول حاجه، الاستاذ محمود بيرى ان المهمشين او المستضعفين ديل كان لهم دور كبير جدا في تطور البشريه بثوراتهم، لانه قال على الدوام كانوا بيثوروا من اجل انتزاع حقوقهم. حتى مفهوم الشعب نفسه اليوم اللي بيقدم في صناديق الانتخابات ويرشح ويفوز رئيس وكذا، وكل الشعب يشارك نساء ورجال، هذا المستوى الناس وصلت له بعد ثورات عديده للمهمشين قاموا بها، لانه في السابق كانت في شرائح ما عندها الحق انها تكون من جزء من الشعب، ما عندها الحق في انها تكون تصوت، وما عندها راي وما عندها قرار، مبعدين، في شرائح كانت مبعده، وكانوا الحكام والسلاطين واصحاب الحظوه هم الاساس، ما عدا ذلك في العبيد وفي وا وا وا، والمراه ما محسوبه ولا بتترشح ولا بتصوت ولا عندها حق ولا ابداء راي. لكن الاستاذ قال في تطور البشريه ثورات هؤلاء المظلومين والمهمشين طورت مفهوم الشعب، لوصل الآن لمرحلة النساء والرجال وجميع الناس تكون تشارك في العملية الديمقراطية أو تشارك في الاختيار أو تشارك في القرار. ده كما قال الأستاذ، يعني مصطلح شعب يعود، أرجع للأستاذ، أرجع الفضل فيه للمهمشين. طيب، للسودان أنتقل مباشرة عشان أكسب الزمن. التوجه العروبي، وده الفصل الثالث من الكتاب، التوجه العروبي في السودان عمق التهميش، ودي حقيقة. القادة الأوائل أصروا على أن يسيروا بالسودان في وجهة العروبة والإسلام، وأصروا على أن يربطوا السودان بالمراكز العربية في القاهرة والمناطق العربية، وأصروا على أن يكون السودان عضو في جامعة الدول العربية. في ذلك الوقت كان الأستاذ يرى أن السودان بلد متنوع العنصريات وفيه بعد أفريقي، قوميتين، قومية قال سماها قومية، في العرب لهم وجود ولكن ليس كل السودان بعربي، وأن يسير السودان
في السير أو في وجهة العروبة هذا سير خطأ. وقال في عام 46 في بيان للحزب الجمهوري قال نحن سودانيون دي العبارة، والمعنى إنه نحن كسودانيين يجب أن لا ننشغل إلا بكوننا ندعم نعزز هذا المعنى ونعزز الوحدة في داخل السودان. وقال يجب أن نهتم بالوحدة الداخلية، وعلى ضوء تحقيق الوحدة الداخلية يتم تكييف علاقات السودان الخارجية. يجب أن لا ننتمي للجامعة العربية، نحقق الوحدة الداخلية أولا، لأن الأستاذ كان شايف جبال النوبة وجنوب السودان وشايف البيجة وشايف، قال في الوقت القادة كلهم كانوا منشغلين بالعضوية في جامعة الدول العربية. قال الأستاذ لما جاء سنة 58 ودعا للانسحاب، قال الانسحاب فورا في بيان، الانسحاب فورا من جامعة الدول العربية لأمرين، الأمر الأول أننا أمة إفريقية، والأمر الثاني أن الجامعة العربية مدارة بواسطة الخارجية المصرية. في 18 أكتوبر 58 جدد الدعوة مرة ثانية، قال نحن شعب أفريقي فتي، وأن نخدم أنفسنا وننشغل بالوحدة الداخلية ونخدم محيط، ويمكننا أن نخدم محيطنا الأفريقي ونخدم كل أفريقيا ونخدم السلام العالمي بأننا أفارغة بأكثر من أن نكون أعضاء في جامعة الدول العربية. قبل ذلك وحينما أنشأ الاستعمار المؤسسات بحيث أن السودان يمهد لنيل استغلاله، أنشأ حاجة تعرف المجلس الاستشاري لشمال السودان في عام 1945. كل القادة وأعضاء الأحزاب أصبحوا أعضاء في هذا المجلس، من 28 عضو اختارهم الحاكم العام ومن ممثلين مختلف الأقاليم وأصبحوا أعضاء. في هذا الوقت الأستاذ قال لهم يجب الخروج، تخرجوا الآن من المجلس هذا، ويجب مقاومة المجلس، ويجب مناهضة هذا المجلس وعدم الاعتراف به، لأنه قيام مجلس لاستشارة شمال السودان مختص بالولايات أو الأقاليم الشمالية فقط دون الأقاليم الجنوبية هذا فصل مبكر لجنوب السودان. وأصدر بيان ومنشور وسجن بسبب هذا. الناس بيقولوا الأستاذ محمود سجن، سجن الأول والثاني، السجن الثاني ثورة رفاعة، لكن السجن الأول ما بيذكر السبب. السبب قضية جنوب السودان، ولذلك كتب التاريخ والأكاديمية السودانية لا تذكر ذلك ولا بل لا تهتم بذلك، إنه الأستاذ أول السجين الأول والوحيد من أجل جنوب السودان، من أجل المهمشين من وقت باكر. حتى يبين هذا أن التفكير في التهميش كان سابقا، حتى حينما اعتلى صوت الهامش ارتفع كان قبل ذلك هناك من كان يدافع عن هذا. ولذلك الأستاذ رأى أن يخرجوا، وكان غادة الحركة الوطنية حينما قبلوا عضوية في المجلس، الأستاذ أرسل لهم رسالة خطاب ونشر هذا الخطاب في الصحف في صحيفة الرأي العام. لكن للأسف من ضمن المشاكل الكبيرة والعمقت التهميش في السودان هي الأكاديمية السودانية وإسهامات عدد كبير من المثقفين والكتاب. في الحقيقة هم قد يكونوا صادقين مشغولين بأنه ينموا الوعي ويخدموا التنوير ويألفوا الكتب، لكن للأسف الشديد كثير من هذه الكتب كانت عبارة عن تعميق للتهميش، بدليل انه مثلا ناخذ مثال في هذا الكلام، ونحن نتكلم عن الفصل الثالث من الكتاب عن جنوب السودان والتعميق التهميش وتاريخ طويل طبعا من التهميش. مثلا احدث كتاب قد صدر لسلمان محمد احمد، الدكتور سلمان محمد احمد، وفيه مجهود عظيم جدا وكبير، لكن للاسف في بدايه الكتاب يقول اعتمد هذا الكتاب ركز على المرحلة الأخيرة واتفاقية السلام فيما يتعلق بمواقف القوى السياسية الشمالية وما سبق الفترة السابقة، وجدنا أنه تمت لها دراسات وهناك كثير من الكتب التي نشرت، فلا حاجة لأن نقيف عندها، نمشي طوال الربع الأخير من القرن العشرين ونمشي لاتفاقية السلام الشامل. ده كلام خطير جدا. هي الحرب دي قايمة ليه؟ لأن الكتب الكتبت في الخمسينات والستينات والسبعينات لا تعبر عن السودان، لأن الحرب نفسها قائمة بالسبب ده،
انت تستند على هذه الكتب ومذكرات طلع عن متعلمين والكتب التي كتبت في الستينات والخمسينات والسبعينات، ولا تذهب للارشيف الغومي لتبحث في الصحف وفي المجموعات الموجوده في دار الوثائق في الخرطوم هنا ومتوفره، لتجد كلام مختلف تماما. كنت ستجد الاستاذ محمود متربعا على قضيه جنوب السودان في الاربعينات قبل ان يعي الناس بهذه القضيه، وكنت تجد انه الاستاذ محمود دعا لأن يخرج هؤلاء الجماعة من المجلس الاستشاري، وإنه ده فصل مبكر لجنوب السودان. ده كله غير موجود في الأكاديمية، لأنه الأكاديميين ينقلون من بعض، وهناك كسل عقلي يجعلهم لا يذهبوا لدور الوثائق ليخرجوا الأراشيف من الإرشيف ومن المصادر المعلومات والوقايع، وبكسلهم يكونوا جنوا على أنفسهم وظلموا الآخرين وظلموا الأجيال الجديدة، وفي الحقيقة كانوا متناقضين مع السودان اللي قلنا قبل شوية عميق وأصيل وقديم. ما ممكن تخدمه بسطحية أو بمقالة مستعجلة أو بكتاب متعجل. ده بلد قديم وعريق وعميق يحتاج إنه نبحث ونتعمق. الأستاذ محمود السجين الوحيد والأول من أجل جنوب السودان، الوحيد الأول والوحيد. طيب لما نجي للأستاذ في الخمسينات، لما عقد مؤتمر البية، وكان أول مؤتمر يعقد في 11 أكتوبر ل 13 أكتوبر، كان أول مؤتمر منظم يعبر عن قضايا المظلومين والمهمشين، مؤتمر كان بطالب بحقوقه والمظالم، وعقد في بورت سودان، وكان للحزب الشيوعي دور كبير في انعقاده، وتمت مداولات في المؤتمر هذا 58 وقت مبكر، وده أول عمل منظم للمهمشين. تجد مثلا أكاديمي يقول الأستاذ محمود محمد طه كان مهتما بقضايا الشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلي، ولم يكن مهتما بمؤتمر البية، ولم يكن مهتما بالبية، ولم يكن مهتما، عدد كثير من الأشياء. وكتب المقال هذا الأستاذ والدكتور، أرسلت لي وأنا رسالة قلت لي يا أخي ما ورد في كتابك ده غير دقيق والكلام ده غير صحيح. وقال الأستاذ كان مشغول بقضايا كثيرة أنا عددتها، وفي الحقيقة كان كلامه كلام غير دقيق وغير مسؤول، وقلت له الكلام ده ما صح لأنه 1 2 3، وكتبت له رسالة من 3300 كلمة ووريته المصادر اللي كان فيها الأستاذ موقفه من أهل الأقاليم في البية وفي في في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب، وعددت له المصادر يلقاها وين، وحددت له تحديد، وديته نصوص موثقة. يعني احنا هسه ما بنتكلم عن الفقهاء، في مشكلة حقيقية في البلد دي غير الفقهاء ورجال الدين، ده الموضوع تاني. حتى المثقفين هناك فقهاء يدرون أو لا يدرون، هم في الحقيقة متماهين مع الفقهاء ومتماهين مع السلطة السياسية. الرجل شاب متميز، قلت له يا أخي راجع المسألة دي، قال لي حاضر حراجعه شكرا، والمراجع دي ما كانت عندي وكده، قلت له تفضل هي دي ونديك زيادة لو عايز، وارسلت له الرسالة وقال وعد بأنه يعدل. بعد فترة وجيزة أصدر نفس الورقة والمقال في مجلة الحداثة، وللأسف الشديد المجلة نفسها حتى ما في فرصة بالتقييم. لما تجي تنشر عمل زي ده خطير، انت بتعمل تقييم، تعمل لجنة على اللي قلت تقيم العمل، على اللي قلت نشر المقال في المجلة. بعد فترة كمان نشر الكتاب المقال نفسه في كتاب ضمن السلسلة بتاعت قراءة من أجل التغيير، ودي مجموعة قراءة من أجل التغيير، دي مجموعة فيها عدد هائل من المجموعات في مدن السودان وغرى المختلفة، بينشر الكتاب مجانا وبيوزع لهذه المجموعات في كل الغرى، ومجموعات ضخمة أنا قريت الإحصائية اللي عملوها. لاحظ كتاب مشى بالتشويه ده. الشاهد انه لما قال الاستاذ لم يكن مشغولا بمؤتمر البية ولم يكن مشغولا بجنوب السودان ولم يكن مشغولا بكذا وكذا وكلام، من الاشياء الغريبه التي تبين
إلى أي مدى أن الأكاديميين والمثقفين السودانيين ما عندهم ورع علمي في تعاطيهم مع الشأن السودان وفي عدم احترازهم في تقييم أعمال الآخرين وتماهيهم مع الفقهاء وقيامهم بإدارة الفقهاء في غبر المواقف البطولية للأستاذ محمود، ولكنها لن تغبر، سيأتوا أجيال كثيرة تبعثها. لما عقد مؤتمر البي سنة 58 اللي تحدث عنه الأخ بأنه الأستاذ ما كان مهتم به، حينما عقد هذا المؤتمر كان الأستاذ فيما وقفت عليه هو الوحيد اللي كتب مقال عن مؤتمر البي، وقال لأهل مؤتمر البي إنه مؤتمركم ده وتوصياتكم اللي خرجتوا بها في الحقيقة هي دون مستوى حقوقكم، دون مستوى حقوقكم، وقال لهم حقوقكم مش تطالبوا بترفع المظالم ويدوكم كذا وكذا من المركز، لا، يجب أن تطالبوا بالحكم الذاتي فورا. ودعا الغادة والسياسيين منذ تلك اللحظة أن يطبقوا نظام الحكم الذاتي لكل أقاليم السودان في الشمال والشرق والغرب، كل الأقاليم دي تكون عندها حكم ذاتي وتدير شأنها. قال لأنه أهل المنطقة هم أدرى بقضاياهم وبتحديد أولوياتهم وأولى بأن يتعلموا المسؤولية من خلال ممارسة المسؤولية، لأنك ما ممكن تتعلم المسؤولية إلا بممارستها، وما ممكن تتعلم الحرية إلا بممارستها. تراث عظيم زي ده أي مثقف يلغي إن كلمة واحدة ويقول للأجيال الجديدة إنه الأستاذ لم يكن مهتما بمؤتمر البيئة. المثقف الوحيد اللي كان مهتم بمؤتمر البيئة، المثقف الوحيد اللي قال لهم طلباتكم دي أقل من حقوقكم يا ناس البيئة. يعني الأستاذ كان بيدعو للتغيير والتحرير في أقاليم السودان ونيل حقوقهم وانتزاع، قال يجب أن لا تدار هذه الأقاليم من المركز، لأن المركز بتشريعاته لا يمكن أن يطور هذه المنطقة لهذه المناطق، لأن هذه الأقاليم عندها خصوصيات ثقافية وخصوصيات في بيئتها الداخلية. في شرق السودان تختلف عن غرب السودان، فلا يمكن أن تديرها من المركز. ده موجود في دار الوثائق ومتوفر، ولكن الكسل العقلي عندنا خلى حالنا في البلد تكون بهذا المستوى ونكون غير أمينين. في الحقيقة نحن كل يوم بنمارس عدم الأمانة، وبذلك تنتزع البركة من المسار ومن الإنتاج المعرفي والعلمي. والأكاديمية كمان عندها قصة طويلة مع الأستاذ محمود، أنا أشرت لها في كتب صدرت من قبل، ما حقيف أنتقل لبعد آخر. طيب، الأستاذ محمود في مناصرته للمستضعفين وفي وقوفه الباكر قبل ما يعهم أيضا بقضاياهم كان على الدوام. كما نعرف في الدستور، في دستور السودان القادة كانوا دوما بيطالبوا بالدستور الإسلامي، ما غاب يعني الدستور الإسلامي من سماء السودان، والدعوة لتطبيق الشريعة الإسلامية ما غابت عن سماء السودان. وطبعا الأستاذ محمود موقفه واضح إنه الشريعة الإسلامية إذا طبقت بتجعل من المواطن الغير مسلم مواطن درجة تانية، إذا كان مسيحي أو لا أدري أو ملحد أو أي ديانة أخرى يعني، أو ما عنده دين، بتخليه مواطن درجة تانية. الأحزاب التقليدية جميعها، الجميع الأحزاب، أقول للدقة والاحتراز، كل الأحزاب التقليدية والإسلامية هي كانت بتدعو للدستور الإسلامي وللشريعة الإسلامية. وسنة 68 لما عقدت محكمة الردة، إن إحنا عارفينها جورا وظلما وهي محكمة غير مختصة، وقصتها برضو ما أنا وثقتها في كتاب اسمه محمود ذكر الخمسون للحكم بردة محمود محمد طه، الوقائع والمؤامرات والمواقف، وهي كانت عبارة عن مؤامرات. كل قادة الأحزاب اللي كانوا حتى العقد الماضي بيديروا الأمر والقبل والعقود الماضي كانوا كلهم مع محكمة الردة دعما للفقهاء ودعما للمحكمة. كل القادة قادة الأحزاب ورؤساء كانوا مؤيدين في الوقت اللي فيه. اللي كان الحزب الشيوعي طبعا كان موقف متقدم، حتى انه لما طبعا طرد من البرلمان، القصة المعروفة، بسبب ايضا الاحزاب التقليدية والاحزاب الاسلامية في اللوثة اللي قامت بها وطردته من البرلمان. والاحزاب التقليدية رأت في الشيوعيين خطر على السودان كما قالوا. الاستاذ كان بيدافع عن الحق الديمقراطي للحزب الشيوعي، وقال لقادة الاحزاب التقليدية في الحقيقة الشيوعيين ما خطر على السودان، الشيوعيين خطر عليكم انتم وليس على السودان. كان بيدافع عن حقهم الديمقراطي.
الشاهد إن القوة السياسية كلها كانت بتدعو للمنظمة أو جلها الأحزاب التقليدية الإسلامية تدعو للشريعة، وعمليا كانت بتدعو لأنه المواطنين الآخرين يكونوا مواطنين درجة ثانية الغير مسلمين. بنجد إنه الأستاذ محمود حينما كتب كتاب أسس دستور السودان سنة 55، وحاليا مثلا تجد الدراسات اللي بتدرس الاتفاقيات السلام الكبرى، اتفاقية 1972 اللي تم بموجب أديس أبابا السلام، واتفاقية السلام الشامل، دي اتفاقيات الكبرى حقنت الدماء. هذه الاتفاقيات كما أشرت أنا قبل يومين إنه كما قالوا المشاركين فيها واضعين بعض المسائل وكانوا جزء منها أو المهندسين من المهندسين، لا منصور خالد قال اتفاقية أديس أبابا واتفاقية السلام الشامل 2005 واتفاقية أديس أبابا 1972، قال الاتفاقيتين لم يخرجا مما كتبه الأستاذ محمود محمد طه عام 1955، لم يخرجا من كتاب أسس دستور السودان. وأضيف أنا أقول حتى اتفاق جوبا الأخير لم يخرج مما قاله الأستاذ محمود محمد طه، حتى المطال الحكم الذاتي للنيل الأزرق ده طالب به الأستاذ 55-58 من وقت باكر، ولكن الغادة دوما كانوا في حالة حرب كما هم رجال الدين، وكان في تحالف عريض دوما على مشروع الأستاذ محمود ومحاولة لقبره. طيب التهميش لما دخل السودان سنة 68، في الستينات عقد الستينات طبعا عقد مهم في العالم كله لأنه عقد كان حي وفيه حيوية في السودان، السودان كان مواكب للحاصل في العالم. طبعا عقد الستينات انتصرت حركة الحقوق المدنية في أمريكا، ودخل التعدد الثقافي والتنوع الثقافي في الدساتير في كندا، ده كله في الستينات ونهاية الستينات. وطبعا في السودان أنا بقول دائما ثورة أكتوبر هي صحيح في أسباب محلية قضية جنوب السودان والقضية المركزية، في الحقيقة ثورة أكتوبر كانت بتعبر عن توق الشعب السوداني للالتحاق بانتصار حركة الحقوق المدنية في أمريكا، لأنه كان في نفس الوقت عبر الشعب السوداني عن ثورة أكتوبر وغير النظام اللي كان موجود، وكان السبب قضية جنوب السودان، وكان دي لحظة في لحظة اشتراك ولحظة تبادل عبغري في الثورية والتوغ للتغيير والتحرير مع حركة الحقوق المدنية. وهكذا هي مجتمعات التنوع الثقافي دوما تتوق للتغيير والتحرير والحرية، ودوما تكون في تواصل مع المجتمعات الشبيهة لها، وتكون دوما متصلة بالإضاءات المشرقة اللي بتصب في المعنى الإنساني. مشروع الأستاذ محمود كما قال دعوة مدنية سمتها الإنسانية، وهذه الدعوة ترى بأن الأسرة البشرية وحدة، وأن الطبيعة البشرية بشرية، وأن الحرية والرفاهية حق مقدس وطبيعي للأبيض والأسود والأسود والأصفر والأحمر. وبيقول دا لما تجي تقارنه مع الأطروحات الإسلامية الموجودة بعيد كل البعد عن معالجته لقضايا السودان، ونحن عندنا جبال النوبة وعندنا جنوب السودان وعندنا النيل الأزرق والبيا، اختلاف عندنا البحر والنهر والصحراء والغابة، عندنا تعدد تضاريس تعدد ثقافي، مش انفصال الجنوب ما بيعني انتهاء التعدد الثقافي كما بتحدث بعض الناس أبدا، ده تعدد ثقافي في التراكم التاريخي في الحياة اليومية، خلاسية الألوان الأمامنا في المنصة، واللي كل يوم بيلد طفل جديد أبيض وأسفل، ده تأكيد على أنه التعدد أمر عريق وعميق في هذا البلد. ولذلك الأستاذ محمود كان يدعو لاحترام هذا التنوع والتعدد من أجل حيوية الأمة السودانية، عشان كده أنا بردد عبارة أتيم قرن قال أنه الأستاذ محمود دعا لاحترام التنوع الثقافي قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان. يعني الأستاذ سابق لدعوة المهمشين في وتركيزه في قضاياهم والاهتمام بقضاياهم. طيب لما نجي لموضوع ننتقل لموضوع الدستور، ده واحد موضوع كتاب الفصل السادس في الكتاب. الدستور السوداني منذ الاستغلال بنجد على الدوام كما قلنا الإسلامي ما غابت والدعوة للشريعة ما غابت، لكن الدستور من الوقت ذاك حتى الآن هو اللغة العربية هي اللغة الرسمية، وإنه لم يكن ليس هناك اعتراف باللغات المحلية،
وداء طبعا خطير، ده من اسباب الحرب. الناس ما عارفين، يقول لك يا اخي التهميش ده انت فاكر انه ناس جبال النوبه دي المهمشين، احنا ذاتنا في الشمال والله غورانا، وين في الجزيره في البطانه غوره تعبانه. التهميش موضوع كبير جدا لا هكذا يدرس، في تهميش ثقافي وتهميش اقتصادي وتهميش سياسي وتهميش فكري، التهميش اشكاله كثيره جدا. فده تبسيط يعني الناس تكون واعية بأن الموضوع ليس هكذا. الحروب قائمة الآن لأن اللغات المحلية ما في اعتراف فيها، ناس بيغبروا في لغاتهم هم عايشين، ثقافاتهم نحن بنقتل فيها، بندفن فيها دفن يعني دستوريا وبالسياسات بتاعت السلطة السودانية. لأنك انت لما تقول الدستور اللغة العربية هي لغة البلاد والتغرر كده هكذا بدون ما يحضروا السودان، انا قلت انه نحن الى الان ما وصلنا للسودان، نحن في حاله بحث عن السودان، نحن في حاله في مرحله تعارف، تعارف كسودانيين ذاتنا بنتعارف، حتى الان ما تعارفنا، ما تعارفنا، لا الى الان لا نعرف جبال النوبه ولا نعرف الثقافات هناك ولا البيه ولا النيل الازرق، نحن في مرحله تعارف. لذلك لما تقول في الدستور انه اللغه العربيه هي اللغه الرسميه، ده بيعني ايه؟ بيعني انه لغه التعليم هي اللغه العربيه، وإن لغة التشريع في المحاكم إنها هي اللغة العربية، وإن المحاكم في جبال المحكمة في جبال النوبة اللغات مختلفة، والقاضي يكون عربي أو يتحدث في داخل المحكمة الترجمة تكون ما بين العربية والإنجليزية، ممنوع الترجمة للغة محلية. ده عمل مشاكل وماتوا ناس كثيرين جدا في المحاكم، ناس ما قادرين ينتبهوا. الأستاذ من وقت باكر قال لهم الناس يعلمون في المراحل الدنيا بلغات أماتهم، بلغات أمهاتهم، ود الشكاوي يعلموا بلغات أمهم في المرحلة الدنيا في الروضة والتمهيد والابتدائي في المراحل الدنيا. لما يصل المراحل المتقدمة الدولة تكون اتخذت قرار بالإجماع، عشان كده الأستاذ مصر على الوحدة الداخلية وعلى ضوها يتم تكييف مسار السودان والعلاقات الخارجية والدستور. لأنه أنت لما يكونوا الآخرين غير موجودين، حاليا السودان بيصير بثقافة محددة بجماعات معينة بأصحاب الامتياز، ما في حضور جماعي، أهل السودان ما موجودين، ما موجود، لازم يجتمعوا كلهم عشان يقرروا يتفقوا على الدستور. لما يتفقوا على اللغة الرسمية، إذا رأوا اللغة العربية هي اللغة الأكثر سائدة والتي هي المشترك بينهم، ممكن بعد ذلك تكون هي اللغة، إذا رأوا معاها لغة ثانية لغة العربية، لكن تكون في اعتراف اللغات المحلية ويكون تدرس. عشان كده الأستاذ لما يقول الحكم الذاتي للأقاليم، ده بيعني إنه كل إقليم يشوف مكوناته الثقافية الداخلية ويشوف اللغات الحية ويعمل على تخطيط لغاته ويعمل على تنظيم التعليم في المراحل الأولية وفق المعطيات الداخلية الذاتية للإقليم نفسه، ثم يكون مع المركز بالاشتراك في العلاقات الخارجية والجيش والنظام التعليمي في المستويات العليا، ويمكن لذا ذاته دستوريا ينظم. عشان كده الأستاذ قال الحكم الذاتي للأقاليم، لأنه قال التشريع المركزي لا يطور هذه الأقاليم ولا يتقدم بها خطوة، يرجع بها للوراء، وفعلا رجع بها للوراء للحروب وللدمار. لذلك ده المعنى. خمسة دقائق، هأستغل الخمسة دقائق دي في بعض النقاط، وبعدين في النقاش ممكن نسترسل يعني في ال... طيب، تهميش المرأة ده الفصل الأخير في الكتاب، وإنه الأستاذ محمود بيقول دائما إنه مشروع ذاته جاء من نصرة المستضعفين، نصرة المرأة، وبيفتكر إنها هي كما قال أكبر من همش في الأرض ولا تزال، من استضعف في الأرض ولا تزال. الأستاذ لم يستخدم مصطلح تهميش لأنه مصطلح حديث، لكن استخدم نفس المعنى المظلومي، المعنى مثل الاستضعاف والظلم والمظلومين والمهم والمستضعفين. المرأة كما قال الأستاذ تاريخنا كله كان ضد المرأة، وعصرنا القادم عنوان المرأة. وفي الحقيقة ده كل يوم في بيتأكد في العالم وفي داخل السودان، حتى في ثورة ديسمبر المرأة كانت عنوان ثورة ديسمبر المجيدة، استكبت فيها الدماء الطاهرة، نحيي الشهداء ونحيي الكنداكات ونحيي الشباب، لأنه لولا ثورة ديسمبر ده كل الحوار ده ما كان بيتم، ولا التفاعل حاليا مع مشروع الأستاذ ممكن نيجي طريقه. لذلك المرأة الآن هي عنوان ثورة ديسمبر، وقامت بدور عظيم كما نحن نعرف. ولذلك الأستاذ محمود دعا للمساواة كما نحن نعرف، ومفصلت أنا في هذا بين الرجال والمرأة، وكما قلت أيضا إنه المفاضلة عند الأستاذ محمود بين المرأة والرجل أو الرجل والرجل أو الإنسان، والإنسان من حيث هو إنسان تكون بالعقل والأخلاق.
المعيار بتاع المفاضلة العقل والأخلاق. بل الأستاذ طبعا نعرف في موضوع الزواج، الناس عارفين، كل الموجودين السودانيين بيعرفوا زواج الجمهوريين، ويعرفوا إنه العصمة للرجل للمرأة كما هي للرجل، وإنه من حقها إنه الزوج ما يعدد عليها إلا بموافقتها لظروف معينة. كل ده مضبوط ومحكوم في كتب الأستاذ. لكن الشاهد إنه الأستاذ في واقع الأمر دعا لأن تعيش المرأة بكرامة، وانتقل بإنتاج المرأة وهي تنتج الأبناء، وإنتاج الأبناء أعلى مستوى من إنتاج المصانع وأعلى مستوى من كل أنواع الإنتاج. ولذلك دعا الأستاذ لأن يدخل إنتاج المرأة في ميزانية الدولة، إنتاج مش يدوى للولادة إجازة 40 ولا شهر، وللرضاعة ساعتين في اليوم، وما عارف، والنظام الاشتراك النظام الرأسمالي يضعوا شروط زي دي، يدوها ساعتين ده في حد ذاته ظلم للمرأة. ناس بيبتهجوا إنه بيفتكروا ده انتصار، أبدا، لسه عند الأستاذ ده خطوة، ولكن عند الأستاذ إنتاج المرأة يدخل في ميزانية الدولة، إنتاج للأبناء يعطى اعتبار وقيمة ويدخل في ميزانية الدولة كجزء أساسي، عنده باب زي ما في ميزانية الدولة في باب اسمه الأجور يوضع هناك باب. أكتفي بهذا، وفي الحوار يمكن أن نستجلي الموضوعات الأخرى. شكرا على هذه المقدمة الضافية، ومرحب بدكتور محمد جلال هاشم، يشرفنا، وحيكون المعقب على هذه الندوة أي يعني الضافية الوافية. السلام عليكم ورحمة الله، وطاب مساءكم الحقيقة. ودك لو أن الأخ الصديق الدكتور عبد الله الفك البشير لا يتوقف ويستمر في الكلام، ولا أعتقد أن ما سأقوله بيبلغ مستوى تناوله لكتاب ليس فقط قام بتأليفه بل عاشه. وتأليف الكتاب الكتب الأصيلة هي أشبه بإنجاب طفل من لحمك ودمك. وحقيقي تأليف كتاب أصيل هو أكثر ما أستطيع أن أشبه به هو المخاض لكل مراحل الحمل، كما زي ما إنه ما في حمل في يومين ثلاثة، وكما إنه المخاض له آلام. هذه العملية الإبداعية التي تشابه عملية الخلق والإبداع هي أيضا ميلاد كتاب. وبالتالي ليس هناك أحسن من يحدثك عن كتاب من كاتبه، بالذات إذا كان شخص ربنا منحه حسن العبارة والقوة على التبليغ مع الانفعال بها بذلك. فالاستماع إلى أخي وصديقي الدكتور عبد الله الفكي البشير وهو يتكلم عن الأستاذ محمود محمد طه خلال ما كتبه عنه هي في حد ذاتها تعتبر حضرة من حضرات الولاية عند الأستاذ محمود محمد. وأذكر أني احتفيت بهذا الكتاب أيام احتفاء، ومن شدة حرصه في أن أحصل على نسختي من هذا الكتاب قام بإرسالها لي في مدينة جوبا في جنوب السودان. فكان هذا الكتاب لا يفارقني إلى أن عدت هنا. وأنا في الطيارة التقيت بصديق قديم فأبدى إعجابه بالكتاب وتصفحه، ثم أعاده لي وقال: ما شايف في حبة تلفيق في قصة إنه عشان قصة الهامش دي بقت يعني كاتشينج أب فاشنبل، يحاولوا تاني يرسوها لك في محونه عطاها
هو ذاته قال بيعترف بانه محمد طه ما استخدم لفظة التهميش، وسعدت جدا عندما قال ذلك، لانني وانا اشاهد ميلاد هذا الكتاب وعايشه مع اخي وصديقي دار في ذهني هذا القول على انه سيرد لا محاله، فما كما لو كنت على موعد معه وقلت له يا اخي نحن قاعدين في جبل ليله سنتين عشان نعمل سلام مع القوى الحقيقيه، ما عملنا سلام ليه؟ قال لي عشان موضوع العلمانية. قلت له هل تصدق العلمانية دي تأسست على الأرض بموجب اتفاقية واستفالة عام 1648، والعلمانية لها مصطلحين، لاي سيتي بالفرنساوي والسيكولاريزم بالإنجليزي. لاي سيتي جات 200، جاءت مع الثورة الفرنسية بعد قرابة 140 عاما من تشكل العلمانية كأمر واقع على الأرض. أما لفظة العلمانية سيكولاريزم فجاءت عام 1885، أي بعد ما يربو على 200 سنة 250 مما تشكلت العلمانية. وده بوريك عندما يكون الحدث سابقا لأوانه، سابقا لأوانه. ده بوري انه لما تحققت العلمانية تحققت عبر ظروف عجيبة سبقت زمان تشكل المصطلح. وقلت له ها هو الأستاذ محمود محمد طه، لا توجد قضية ولو صغيرة تقع في دائرة التهميش والمهمشين إلا وقد تناولها قبل أن نتداول المصطلح بما يزيد عن 40 عاما على أقل تقدير. وده عظمة هذا الكتاب. هو أشار إلى أنه أنا أحد الذين تداولوا هذا المصطلح ولعبوا دورا في إيجاد تطبيقاته والاستعانة به في فهم الأوضاع في السودان وفي سبيل تغيير الأوضاع في السودان. والحقيقة ما قرأت للأستاذ محمود محمد طه إلا ووجدته وقد تناول واحدة من القضايا التي نقف عندها كثيرا قبل أن نولد. وبالتالي إذا قيل لي سمي رسول المهمشين في السودان لقلت هو محمود محمد طه بلا تردد. وهنا زي ما شايفين موضوع التوجه العروبي، مين كان يتخيل أن يتكلم الأستاذ محمود محمد طه ذلك القول في منتصف الخمسينات عندما أخذت عروبة السودان وإسلاميته على أنها معطى taken for granted ولا ينبغي أن يثار حولها السؤال. اليوم عندما نتكلم عن الهوية الأفريقية للسودان ونحن ناس عربوفون ناطقين بالعربية زي ما في ناس فرانكوفون ناطقين بالفرنسية في أوروبا في أفريقيا، ما قالوا إحنا فرنسيين زي تشاد والسنغال، زي ما في ناس أنجلوفون في أفريقيا قالوا نحن ينطقوا الإنجليزية زي نيجيريا وزي غانا، ما قالوا إحنا إنجليزي. كذلك في أرابوفون في السودان ينطقوا بالعربية، ما بالضروري يكونوا عرب. لما يجي نقول الكلام ده الآن نحن نلحن الكلمات التي قالها محمود محمد طه، نحن نلحن ونؤدي نشيدا ألفه الأستاذ محمود محمد طه قبل أن نولد بعشرات السنوات. وهذه هي العبقرية، هذه العبقرية. لما نجي نتكلم عن علاقتنا مع مصر
وإنه أكبر خطر يهدد السودان هو مصر، لأن لمصر أطماع استعمارية في السودان، ولأن العلاقة بين السودان ومصر عبر 5000 سنة كانت قائمة على الاحتلال، إما هي محتلة السودان والسودان محتل لمصر، ولم تكن العلاقة أبدا إلا خاضعة لهذا الشد والجذب. واستعمار مصر للسودان كان هو الأطول زمانا. عندما نتكلم الآن بموجب معطيات التاريخ ونحذر مما يمكن مما تخبئه لنا مصر، كأنما هو الحاكي ونحن الصدى له فيما قاله في الخمسينات. ولما نقول الخمسينات علينا أن نعلم أننا نحن الذين ولدنا في الخمسينات الآن ما بين منتصف الستينات من العمر والسبعينات. فتصور ما نقوله الآن وننافع عنه كأنما نحن نردد ما قاله الأستاذ محمود محمد طه، ونحن إما أطفال صغار أو لم نولد بعد. لما نجي نتكلم عن جنوب السودان وما طالب به الجنوبيون، ولما نقول الجنوب لابد أن نعلم تماما إنه جنوب السودان خرج من عمق التهميش وتصدى بالعرق والدماء للمظالم التاريخية التي حاقت به، إلى أن أصبح الجنوبيون هم رأس الرمح في نضال قوى الهامش، وذلك بمجيء الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الدكتور جونغر نديم أبيون. ولولا أن تآمرت القوى العظمى ضد هذه الحركة، لأنها لم تكن ستتوقف في حدود السودان، بل كانت حتتحول إلى قيادة أفريقية لكل المنطقة، وهذا ما شكل خطرا تمثل في الدكتور جونغران، وكان لابد من التخلص منه. ثم بعد ذلك انتكست الحركة فيما نعلم، لكن هذا الانتكاس هي مرحلة بين مراحل، وكما قال الدكتور جونغران، مش جونغران، الدكتور منصور خالد عليهما رحمة الله سويا، انفصال الجنوب ليس هو نهاية التاريخ بل هو بداية التاريخ. سنبدأ من هنا، عشان لما تضطهد إنسان ويبلغ اضطهادك له درجة تجريده من الإنسانية dehumanization، يا إما تدوس بالجسم بالرجل اليمين، وإذا غيرت بتدوس بالرجل الشمال، دي كل خياراتك له، ما بيقعد معك. لو بقى أخوك ودمك ما بيقعد معك في البيت، لكن زي ما قالوا الدم ما بيبقى موية، وبتدور الأيام كرة أخرى وبتجي تصفى الحسابات في يوم ما، سوف تصفى الحسابات، وعندها سنعلم من الذين فصلوا الجنوب. الذين فصلوا الجنوب هم الذين صنعوا شروط الانفصال. لما خيروا الجنوبيين يأيدوا سوقهم بالجزمة اليمين يأيدوا سوقهم بالجزمة الشمال، اختاروا قالوا ولا واحد نمشي. ثم بعد ذلك تمسكوا باسم السودان. كل جماع هذا النضال يمكن أن نعود به إلى ما وراء، إلى فترات بعيدة في الزمان، لكن لحظة الوعي الفاصل به فيما تمخض عنه الآن، لحظة ميلاد الوعي، كانت هي محمود محمد طه. وده شيء كبير، ده شيء كبير جدا، شيء الناس يقولوه بالسهل، ولا يجهل التاريخ إلا من عايش التاريخ. والتاريخ ليس هو الماضي فقط، هو ثلاثي الزمن، هو الماضي والحاضر والمستقبل. معايشة التاريخ ومحايثته تجعلك تنصرف عن أعظم العبر في التاريخ، لأنك إذا أصبحت جزءا من اللوحة لم تعد قادرا في أن تتأمل اللوحة.
ولكن إذا ابتعدت عن اللوحة يمكنك في تلك اللحظة أن تدرك مدى جمال اللوحة. نحن الذين نحايس التاريخ الآن فيما يتعلق بالأستاذ محمود محمد طه، وفينا من رآه، وفينا من تتلمذ على يديه، وفينا من هم أبناؤه وبناته. ربما نحن كنا أقل الناس قدرة في أنه نعرف عظمة الأستاذ محمود محمد طه. وهناك في درس إنه الليلة يجي شخص ما شاف محمود محمد طه يعمل العمايل دي كلها عشان يكشف عظمة محمود محمد طه. ده بوري إنه الجاي أكتر من الفات، الجاي أكتر من الفات. نحن ما زلنا في القيف، رجلينا في الموية ورافعين هدومنا وقالين نفسنا بنجلبغ برجلينا في الموية وقالين نفسنا عمنا. نحن لا عمنا لا قطعنا البحر. وبالتالي ده بوريك عظمة اللحظة. عسى ولعل من هم أولياء الله؟ هم الذين يدركون قيمة اللحظة الهم فيها، محتفظين بإنسانيتهم، يرتفقون بالذات العليا. هذه هي العظمة، وهذا ما نحاول أن نفعله الآن. وفي هذا سلة من الأولين وسلة من الآخرين، وده برضو الدور الكبير لهذه الوجوه الطيبة، هذه الوجوه النيرة التي حملت الأمانة ولا تزال تحمل وما بدلوا تبديلها. فنحن في زمن قيمة الناس ما عارفة، بيجي زمن بيجوا ناس بيؤمنوا بمحمود محمد طه وبيبكوا لأنه بيشوفوا محمود محمد طه ليس بعين البصر بل بعين البصيرة، وهي أكثر قوة من عين البصر، وعندها سوف يدركوا جانبا وأعماقا في محمود محمد طه ربما فاتت على الكثيرين من الذين رأوا محمود محمد طه رأي العين. فاختلط محمود محمد طه الإنسان ومحمود محمد طه الفوق الإنسان لديه. ولعل هذا هو ما ألم به، هذا هو الطرف الشفيف الرقيق الذي ألم به أخونا وصديقنا الدكتور عبدالله الفكي البشير. وإلا فمن أين له هذا الإيمان وهذه القوة كما وصفه أحد أصدقائنا فقال له أنت مثل بولس الرسول. لم يرى المسيح ولكن حمل لواء المسيحية بعده. عشان كده لما نيجي نشوف مشكلة جنوب السودان وناخدها نقطة نقطة من المجلس الاستشاري ونشوف مواقف الأستاذ محمود محمد طه، أول ما يتملكنا هو الدهشة في كيف سبر غور الأشياء ووصل إلى جوهرها وعبر عنها، بينما كان الناس وقتها عميا بكما صما لا يسمعون ولا يتكلمون ولا يحسون. ولهذا كان غريبا بينهم وطوبى للغرباء. ثم قضايا التعدد الثقافي ومسألة التعليم وكيف ينبغي للناس أن يتعلموا وأن يحافظ على اللغات السودانية. هذا موقف اليونسكو وصلت إليه عام 88، وهو العام الذي حددته اليونسكو لعام اللغات الوطنية ودورها في المحافظة على هوية الإنسان. اليونسكو وصلت لهذا عام 88، فانظر متى وصل الأستاذ محمود محمد طه. وهذا هو في واقع الأمر حجر الرحى في مسألة التلميذ، لأنك إذا رفضت اللغة التي أتكلم بها فأنت ترفض وجودي.
وإذا قبلت أن أترك اللغة التي أتكلم بها وأتحول مرغما إلى لغة أخرى، بذلك أكون قد حكمت على نفسي بالإعدام. لماذا؟ لأنني سأصبح هامشا لمن يتحدث بهذه اللغة كلغة أمي. فلا أنا أصبحت أتحدث بلغة أمي، ولا أنا سوف أتمكن من اللغة الأخرى كما هي. وحتى إذا جاءت أجيال أخرى من عقبي وتعلموا اللغة كلغة أم، ستظل في ذاكرتهم دائما الحقيقة، وهي أنهم تحولوا من لغتهم الأم إلى لغة أخرى عبر القهر. وسيظل القهر يسافر من جيل إلى جيل، وما من إنسان مقهور صنع التاريخ. فدي دي 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 قيمة تربوية. علم النفس التربوي توصل لها في فترة لاحقة، في فترة لاحقة. ضرورة أن يحافظوا على اللغات، ليس فقط لأنه الطفل بيتعلم بلغة الأم أحسن، ليس هذا فحسب، بل لأن اللغات هي طرق للتفكير. اللغة ليست وسيلة للتعبير أبدا، اللغة وسيلة للتعبير، وهي نفسها اللغة تساعد على التفكير. ولهذا قال علماء النفس: الدماغ الذي يتكلم بلغتين يعمل بطريقة أفضل من الدماغ الذي يتكلم لغة واحدة، والذي يتكلم ثلاثة يشتغل بطريقة أفضل من اللي يتكلم لغتين. وعشان كده لما جينا درسنا الناس إنجليزي في البداية نقول لهم فكر بالإنجليزي، فكر بالإنجليزي، ما تفكر بالعربي، لأنه لو فكر بالعربي حيقول لك شنو؟ حيقول لك النقطة المشهورة، يقول لك Do you drink cigarette؟ أنت بتشرب سجاير؟ حيفكر بالعربي. فاللغة ليست مجرد وسيلة تعبير، اللغة هي نفسها وعاء للتفكير، وعاء التفكير، وحاجة داخلة في ديناميكية التفكير. وبالتالي لما تيجي تقول الكلام ده وترجع لجذر هذه القضية في المشهد السياسي، بتمشي لمنو؟ بتمشي لمنو؟ بتمشي لمدرسة الفجر، ما بتلقى حاجة. بتمشي ل ل ل ل ل ل ل المهدية، ما بتمشي لكتاب طبقات والضيف الله، ما بتلقى شيء. جذرها في المشهد الوطني بيكون هو الأستاذ محمود محمد طه. وده نقطة خطرة جدا. أنا أستطيع أن أستمر ولا أريد أن أكرر الكلام اللي قاله الأستاذ عبد الله الفكي، لكن في الدقيقتين دي أنا أقول حاجة مهمة جدا، هي جابرييل غارسيا ماركيز عنده كتابين، الأشهر هو 100 عام من العزلة، وكثيرون قرأوا هذا الكتاب وهو كتاب كبير. لكن جابرييل غارسيا ماركيز عنده كتاب كتيب صغير، قصة بعنوان ليس للكولونيل من يراسله. لا يمكن تفهم وتستمتع أكثر بكتاب ليس للكولونيل من يراسله إلا إذا قريت 100 عام العزلة، إلا إذا قريت 100 عام العزلة. لكن إبداع جابرييل غارسيا ماركيز يكمن في أنه ألف كتاب ليس للكولونيل من يراسله قبل أن يؤلف كتاب 100 عام من العزلة ب 18 سنة. شوف النفس، العقل الإبداعي ده اختزن الشيء ده كيف. ده سهل نفهمه في المبدعين، سهل نفهمه في غارسيا ماركيز، لكن من الصعب نفهمه في شخص في حجم الأستاذ محمد محمد طه. إذا قلت مفكر فما أعطيته حقه، وإذا قلت سياسي ما أعطيته حقه، وإذا قلت ولي من أولياء الله عجزت الكلمة حتى عن أن تعبر عن الحال، ذلك لاستعصاء المستقبل عن استيعاب واحتمال ما تعنيه الكلمة. ف...
فكيف يكون الحال هذا؟ وبالتالي أخطر ما في مسألة الأستاذ محمود محمد طه هي أنه يجي نبدأ نحن لما نعترف بفضله في مواجهة من لا يعترفون بفضله ثم يقتاتون من فضلاته. هذا هو الشيء الذي لا ينبغي أن يقبل. العقل النقدي هو الذي يراجع نفسه ويواجه نفسه، والعقل الديني المتخلف لا يراجع نفسه أبدا. الليلة العقل الديني المتخلف المسيطر على المشهد في السودان، أو تفتكرون هم الكيزان وهم أنصار السنة وهم التكفيريين والأشياء دي؟ أبدا. لكن أنا بكرر دائما، في ناس بينتموا لهذا العقل لكن ما رافعين رايات، ورافعين رايات القوى المستنيرة، وهم ليسوا بمستنيرين. هؤلاء هم الخلايا النائمة لهذه الأيديولوجيا الإسلامعروبية التي لا علاقة لها لا بالعروبة ولا بالإسلام، وهؤلاء هم أخطر من يبدو على أنهم رأس الرمح. ديل هم الذين لا يريدون أن يعترفوا بالأستاذ محمود محمد طه، حتى إذا نبههم المنبهون وتظاهروا بأنهم غافلون تجاهلوا التنبيه مرة أخرى وثانية وثالثة. هذا هو ما لا يقبل ولن يقبل، وما ينبغي أن نرفضه. لا يمكن أن نحول الأستاذ محمود محمد طه إلى منصة احتفاء كطقس به نكفر عن إحساسنا بالذنب تجاهه. لا ينبغي أن يكون هذا، لأن في هذا الحال بنكون مشاركين. وفي هذا لو سمحت لي، ظلت دائما أتكلم عن شاعر الشعب محجوب شريف، وأقول من يريد أن يحتفل بمحجوب شريف عليه أن يحتفل بانتمائه للحزب الشيوعي، وأن يحتفي بهذا الانتماء، لأن محجوب شريف أصبح هو محجوب شريف الذي نعرفه عبر انتمائه للحزب الشيوعي. من يريد أن يحتفي بمحجوب شريف عشان يغطي على شيوعيته، هذا يقتل محجوب شريف حتى بعد أن مات محجوب شريف. ولكن أمثال محجوب شريف هؤلاء لا يموتون ويستعصون على الموت، فما بالكم بالأستاذ محمود محمد طه. والسلام عليكم. شكرا جزيلا. انا كاداره يعني غلبني جد انه اوقف اي واحد من المتحدثين الاثنين، لكن الزمن والبرد برضه فلا بد من اننا نقف في حد معين. بفتح الفرص للنقاش، بدي ثلاثه فرص، بعد ذاك برجع لدكتور عبد الله البشير، واذا امكن الاختصار في الاحسان إذا سمحت. بعدين ممكن يذكر اسم الإنسان اللي بتاخذ الفرصة يعني. السلام عليكم. أنا إحسان عبد العزيز. أول حاجة بحيي ذكر الشهيد محمود محمد طه، وبحيي الحضور، وبحيي الأستاذة أسماء، وبحيي الحزب الجمهوري، وكل التحية والتقدير للأستاذ عبد الله الفكيه لهذا الكتاب القيم، الذي رغم هذه اللحظات القليلة اللي احنا استمعنا للتلخيص فيها، إلا أنه كتاب قيم وكتاب محترم، ويعني جد شد. أنا كنت بتمنى إن احنا نقعد كده حد ما يقرأ لنا كله يعني. والتحية برضو للدكتور محمد جلال هاشم وللتعقيب الجميل اللي قدمه. في الحقيقة أنا عندي نقطتين عايزة أعلق عليهم في كلام الأستاذ عبدالله بشير. النقطة الأولى، تحدث الأستاذ عن الأكاديميين، وصفهم بأنهم بياخذوا من بعض، وبيقى في كسل عقلي. قال بيجي في كسل عقلي، بيتم من خلال الكسل العقلي ده تجاوز كثير من الحقائق التاريخية. بس لو يسمح لي إن أنا يعني شوية أنا يعني هأدي الوصف ده وصف مختلف، يعني أنا ما بحتبر ده كسل عقلي إطلاقا. ما يحصل في الكتابة التاريخ
وفي الكتب التوثيقية. أنا ده بحتبر إنه هو ده تجاوز للتاريخ وتهميش متعمد، يعني يتجاوزون أجزاء حية في التاريخ ويتجاوزون قضايا أساسية ووقائع حقيقية على مر التاريخ عمدا. وأنا بستشهد بالكلام حقي ده بما حكاه الدكتور عن الشاب الذي كتب كتاب عن التهميش، وتفضل الدكتور عبد الله الفكي بانه نبهه لانه انت يعني كتابك ده ناقص، ودي ما حقائق في، يعني دي تجاهل لحقائق تاريخية موجودة، واداه المصادر، يعني اجتهد معه كل الاجتهاد. بعد ذاك هو كان في مقال، وبعد ذاك لما جاء عمل كتاب هو جاب نفس الكلام الاول. يبقى نحن يا جماعه القاعده الصلداء نديه التسميه الحقيقيه، في تزوير للتاريخ وفي تجاوز التاريخ وفي تهميش لناس ولمناطق ولاعراف ول يعني مكونات موجوده في التنوع السوداني. احنا بنتعمد انه نقصيه على التاريخ السوداني. عشان كده انا بقول للمستنيرين والمثقفين والموثقين وفي عهدنا الجديد وفي عهد الثورة انه لابد من اعادة كتابة التاريخ السوداني. النقطة الثانية اللي عايزة انا برضو اعلق عليها، برضو ذكر انه الاستاذ عبد الله عن انفصال الجنوب، قال يعني قال انه كثير من المثقفين تحدثوا عن نهاية التعدد بعد انفصال الجنوب. أنا بقول له والله للأسف، أنا بتفق معه تماما، وبقول له والله للأسف هو ما كان ما بيتكلم عن نهاية التعدد. هم يعني حتى بيتكلموا عن نهاية، مش التعدد بس، حتى بيتكلموا عن نهاية التنوع الديني اللي أصلا موجود في السودان. يعني دي من ضمن نوع التعدد الموجود في السودان، التنوع الديني. وأنا بذكر إنه بعد انفصال الجنوب يعني في كانت كتابات كثيرة جدا جدا إنه خلاص ما تبقى من السودان ده كله مسلمين. طبعا دي حقيقة، يعني طبعا ده كلام ضد الحقيقة تماما. نحن نعلم إنه نحن مثلا في جنوب كردفان وجبال النوبة وفي أجزاء كثيرة من السودان وفي شمال السودان وفي في البدين وبالدين المسيحي هم كتار، وفي الديانات الأفريقية دي موجودة. إحنا نقدر يعني ما يقدر زول ينكرها أو يتخطاها. وأنا بذكر في بعد الانفصال تقريبا عام 2013 أو 2014 ما بتذكر تماما، غايته كده بعد الانفصال، يعني كانت في محاضرة في جامعة الأحفاد، مش محاضرة، كان في ندوة في جامعة الأحفاد، وكانت بتنسيق افتكر مع في قسم الجندر مع ناس الأستاذة هادي حسب الله وبلقيس بدري وكده. أنا كنت مدعوة لهذه الورشة، وبذكر كانت هي بمناسبة مكافحة الإيدز، وكان جابوا ممثل في هذه الورشة لوزارة الصحة الاتحادية. فللأسف المداخلة حقته كانت إنه والله نحن بالنسبة للإيدز بعد انفصال الجنوب، لأنه كل من تبقى هم مسلمين، بالتالي يعني شوف الربط حتى بين الإيدز والإسلام والديانات يعني، وبالتالي انتهت الفاحشة، لأنه المسلمين لا يمارسون الفاحشة، وانخفض عدد نسبة الإيدز في السودان، وإن شاء الله في حيجي يوم هي تنتهي أصلاً، لأنه يحبقين كلنا مسلمين. يعني هذا ده مستوى التفكير العمدي، يعني هو بتحدث، وطبعاً لقى اليوم كثير، وأنا من ضمن الناس تحدثت في عقبت على كلامه، لكن هو عارف إنه الكلام ده غلط، لكن بيقوله زي ما هم عارفين إنه بعد انفصال الجنوب التعدد ما انتهى، في تعدد كبير جداً جداً، وده نعمة وليس نغمة يعني، لكن إحنا ما قاعدين نستفيد منه. وشكراً جزيلاً للفرصة. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحيم. السلام عليكم. انا في الحقيقه يعني استوقفتني كلمه التهميش، وقفت فيها واستفزتني جدا. يعني يا ريت لو كانت استبدلت بالمستضعفين، وما اعتقد انه كلمه المهمشين دي يعني كلمه تكون غريبه على الاستاذ محمود محمد طه زي ما ذكر. شكرا جزيلا. تفضل. السلام عليكم، أنا محمد عبد الرحمن. وفي البداية يعني بقدم صوت مليان علياء للشهيد الأستاذ محمود محمد طه، وبقول إنه الأستاذ محمود محمد طه ممكن أصفه بعبارة يعني قصيرة طويلة، إنه المفكرين والفلاسفة ما بينتجوا من باطن الأرض كما النباتات الفطرية، وإنما هم ثمار عصرهم وهم العصارة الأكثر شأنا. وهكذا كان الأستاذ. في الحقيقة أتمنى أن يكون في يعني ناس عندهم علاقة بالاقتصاد والعلوم الاجتماعية وكذا، لأنه الحديث عن التهميش خاصة في السودان بيطرح سؤال أنه المفهوم أصبح شائع في الآونة الأخيرة، وليه ما كان واضح في الفترة بتاعت بداية الأزمة اللي هي بدت من الخمسينات، يعني من سنة 56 بالتحديد. أنا بفتكر مفهوم التهميش في السودان، وأتمنى أنه الناس يعني يقولوا المسألة دي اهتمام حقيقي، لأنه أنا حلخص ما حقوم أمشي بعيد. يعني المناطق اللي قاعد تشكل أكبر مقدار في جي إن بي اللي بيسموه الناتج الإجمالي المحلي في السودان، اللي هي كردفان ودارفور وجنوب النيل الأزرق وشرق السودان. المراجع عشان ترجع ممكن ترجع لسجلات البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، وزارة المالية، وكل المؤسسات الاقتصادية الدولية، وتوضح لك بشكل عادل تماما إنه هذه المناطق منتجة وقاعد تساهم مساهمة حقيقية في الدخل القومي. المعادلة الاقتصادية في المجتمع الرأسمالي إنه أي إنتاج اقتصادي سلعي بيقابله خدمات طوالي. السؤال المطروح إنه الحديث عن إنه المناطق دي أصبحت يعني مهملة من الخدمات الاقتصادية، ده بيعود بين طوالي للخمسينات، إنه بعد استلام السلطة من قبل القوى التقليدية أو الحكومات الوطنية النادل وقفوا أمام التحدي الكبير، إنه هل يمشوا في الطريق بتاع التطور الرأسمالي اللي تركته التركية والإدارة البريطانية ويحصل تمدد اقتصادي ويمشوا في اتجاه المناطق دي ولا لا؟ الحاصل إنه كان البديل هو الخلاوي، العربنة، وبنلقى إنه في حديث عن محمود سامي البارودي، أحمد شوقي، الطبقات والضيف الله، والكلام الكثير ده. يعني الحديث الليل عن المناهج ده صلب الموضوع هنا، انه المثقف السوداني اتبنى تنميطا بانه هو ينشأ على هذا السياق، ويظل هو عبارة عن يعني مرآة عكسة للبنية التحتية بتاعت التفكير التقليدي او الكهنوت التقليدي اللي بيفتكر انه قضية التهميش بتتمحور في حاجة واحدة، انه يقول لك الجنوبيين دارين شنو، ناس جبال النوبة دارين شنو، ناس دارفور دارين شنو. كان الرد العظيم بانه ديل كفار ومسلمين وكده ومشوا، طيب ما لكم مع ناس دارفور يعني؟ فابتكر القضيه الاساسيه مطالبين بها نحن عشان نسكت الصوت بتاع الدهشه بتاعت المثقفين، نجيب الاوراق دي والوثائق دي ونقدمها للنازل، انه المناطق دي مناطق منتجه وقاعد تقدم اسهام كبير للدخل القومي، شنو اللي بيخليكم ما تقدموا لها خدمات؟ وشكرا جزيلا. طيب شكرا جزيلا على التداخل والتساؤلات، فعلا مفيدة ومعينة وملهمة وتعين على التأمل. الأستاذة محاسن عبد العزيز، فعلا إحسان
عبد العزيز فعلا اثارت قضيه مهمه جدا، قضيه في الحقيقه انا بفتكر الاكاديميه السودانيه من مغذيات الحروب اللي كانت في السودان. اسهام الحكومه، اسهام الاكاديميه السودانيه في الحقيقه كان من العوامل اللي غذت الحرب في السودان. والاكاديميه محتاجه لشغل كبير، ده اللي هو عشان كده الناس بتحدثوا عن التغيير الجذري والشامل. التغيير الجذري والشامل لانه الاسهام في الحقيقه فعلا نتفق معاك انه نسميه نسمي المثل بمسميات، نسميها تزوير تاريخ صحيح، نسميها طمس صحيح. وانا عندي كتاب اسمه صاحب الفهم الجديد للاسلام محمود محمد طه والمثقفون، قراءه في التاريخ وتزوير التاريخ، قراءه في المواقف وتزوير التاريخ. فرصدت فيه تزوير التاريخ ورسبت الأكاديمية السودانية في موقفها، وقد بدي نموذج دائما بذكره حتى وإنه يساهم في تنمية الوعي. النموذج حدث في جامعة الخرطوم، وأخذت جامعة الخرطوم الشعار بتاع الله الوطن الحقيقة، وإنها جامعة ليست مهووسة كما هي جامعة المدرسة الإسلامية على الأقل يعني، ولكن اتضح ذاتها جامعة مهووسة بدليل إنه واحد من الطلاب أعد أطروحة دراسة ماجستير وأنجز الماجستير وجاء يقدم دراسة الماجستير للامتحان. ومعروف جامعة الخرطوم بتاخد بنظام الامتحان المغلق، يعني بكون في الغرفة الطالب والمشرف والممتحن الداخلي والخارجي، النظام البريطاني. النظام الفرنسي نظام المناقشة مفتوح في قاعة مفتوحة في حضور. فجاء الطالب دخل يوم الامتحان وقدم اطروحته، والمشرف حي موجود يرزق الان. فلما دخل القاعه وجلس الامتحان، الممتحن الداخلي والخارجي وهم اساتذه كبار، احدهم حي يرزق كبار يعني كبار العلماء والكتاب، وعندهم كتب ساهمت في تكييف الوعي وتكييف مسار اتجاه الراي العام. فقالوا له والله للأسف ما بنقبل الأطروحة بتاعتك دي إلا بشرطين. الشرط الأول، أنت أهديت الأطروحة دي للأستاذ محمود محمد طه، لابد أن تغير الإهداء. دي قصة موثقة وأنا وثقتها في الكتاب اللي أشرت له. والشرط الثاني أنك أنت تحدثت في داخل الأطروحة دي عن الأستاذ محمود وأشرت لمشروع وقلت كل ما قلت عن الأستاذ محمود يخرج من هذه الرسالة، رسالة الماجستير، وإلا ما حتجاز الرسالة وما حتمنح درجة الماجستير. فخرج الطالب مع المشرف وتناقش وكذا، المهم في النهاية وصل لأنه يخضع ويغير الأشياء دي، وفعلا ذهب وغير الإهداء ولشخص آخر وغير كل الأشياء، وبعدين جو وامتحنوه قال الآن نمنحك درجة الماجستير. ده حدث في جامعة الخرطوم، فده بيأكد انه الحرب لازم كانت تقوم، البلد لازم تنفصل، لانه هنا انت بترت المعارف في عقول الطلاب في اعظم جامعة، جامعة الخرطوم. الناس تباهي وتفاخر بانها من اعرق الجامعات دي، كانت بتمارس طبعا مؤكد، ما نجمع كل الاكاديميين، في استثناء، في ناس متميزين وفي ناس شرفاء، لكن الغالبية العظمى على حسب ما درسته أنا، ودرست 32 نموذج من أطروحات الماجستير والدكتوراه في جامعة الخرطوم لأربع مجالات الأستاذ محمود عنده في إنتاج منشور وموثق، وقفت على الدراسات دي كيف تناولت مشروع الأستاذ، وجدتها مهملة ولا تشير للأستاذ على الإطلاق إلا إشارات طفيفة أشرت لها، وحتى هم ما قبلوا الكلام ده، خرجوا بعد الأكاديميين. أنت تنقدهم نقد بالعقل وبالأدلة، وبعد كده يكون في مغالطة ويكون في إصرار على الباطل. طبعا ده يعني لازم كان الثورة تقوم، ولازم تكون في ثورة مسلحة، لازم، لأنه ولازم ينفصل الجنوب. فده الأكاديمية فعلا إسهام وموقفها من الأستاذ محمود محمد طه موقف عدائي كما هو الموقف الفقهاء ورجال الدين. إلا بعض الأكاديميين طبعا، في استثناء، ده أركز أنا، في استثناء، ليس هناك إجماع وليس جميعهم، ولكن موقفهم موقف عدائي من الأستاذ محمود محمد طه. وكذلك كان في نموذج آخر، وفي نموذج الآن أيضا أقوله، كنت بعمل في
دراستي عن المشروع الأستاذ بمشي دار الوثائق والمكتبات. في واحدة من مكتبات جامعة الخرطوم لقيت كتب الأستاذ محمود كلها مربطة ومليانة غبار ومخزنة. قلت للمسؤولين ليه يا أخي كتب الأستاذ ليه تكون في المخزن ومربطينها كده وما موجودة في الرفوف للطلاب؟ قال لي والله يا أخي تعرف من طبعا حصل التنفيذ الإعدام وبعد ذاك الأساتذة قالوا مش المهم قالوا بس يربطوها ويبعدوها من الرفوف الطلاب وما تكون في الرفوف للباحثين ودخلوها في المخزن ومكفولة ولا تزال في المخزن ومكفولة. وعندي رسالة لمدير جامعة الخرطوم بهذا الخصوص ستأتي فيما بعد عشان أشرح التفاصيل. لكن الشاهد العداء شديد في الأكاديمية السودانية. في الحقيقة الأكاديميين كانوا أيضا متماهين مع الفقهاء وأيضا إحسان أشارت الانفصال والتعدد وإنه فعلا ناس بيقولوا نهاية التنوع الديني وفعلا الناس بيفتكروا انفصال جنوب السودان بيعني إنه خلاص السودان أصبح one way identity وهوية وهوية واحدة وإسلام الدين واحدة. طبعا ده خطأ كبير ده فيه يعني عدم معرفة بالسودان وعدم معرفة بقدم السودان وأصالة وعدم معرفة بمفهوم التعدد الثقافي. معناه نحن محتاجين لعمل كبير جدا في تنمية الوعي وخدمة التنوير. بمناسبة جنوب السودان مما يذكر الأستاذ محمود ودانا عندي موضوع إنه أطروحة الأستاذ فدت المهمشين من أن يكونوا أبوريجينز أستراليا ويكونوا الهنود الحمر في أمريكا وكندا. ولولا أطروحة الأستاذ ومواقفه والحزب الشيوعي السوداني وبعض المفكرين السودانيين المثقفين لفعلا كان أبناء جبال النوبة وجنوب السودان ومنطقة الإنقسن الشعوب الأصيلة. أنا أقول أنا لا أستخدم الأقلية أستخدم الشعوب الأصيلة كان مصيرهم يكونوا في معسكرات حول المدن يعاقرون الخمر ويحتسون الخمر والمخدرات وده كان ما ينبئ به مسار الدولة السودانية دولة ما بعد الاستعمار منذ عام 1956 الدولة التي ترسمت مسار العروبة. والأستاذ قال لهم ده خطأ السير بالسودان بالعروبة خطأ نحن دولة أفريقية وهم كما قال مثلا الشيخ علي عبد الرحمن الأمير رئيس الحزب الديمقراطي الشعب الديمقراطي وده شخص كان وزير وكان نائب رئيس وزراء وقصة يعني زعيم بيقول إنه خلاصة في مذكراته بيقول إنه السودان ده كله بيدخل في العروبة والقومية العربية النوبة والبيا والدينكا وكل الجماعة دي هم في النهاية عرب وبيقول إنه السودان بلد عربي إسلامي واللي ما عاجبه يمكن أن يغادر. لما كانوا بيقولوا يغادر الأستاذ كان بيقول لا نحن أمة إفريقية. وهنا لازم التفريق بين الهوية للأفراد والهوية للدولة. الدولة أنت ما ممكن تسير بها في وجهة تقول هي دولة عربية إسلامية وخلاص. ده إجحاف وتهميش لكل الجماعات الأخرى خلاص أصبحوا مواطنين درجة ثانية ما في عدالة ما في مساواة حق ده كلام خطير. عشان كده الأستاذ نبههم من بدري ولكن لم يستمعوا لهذا. الأستاذ لما كان قضية جنوب السودان بدأت وبدأ قال لهم لابد أن نعمل الخيال ويكون عندنا تصور خيال لهذه القضية. القضية ليست اشتعال حرب في توريد 18 أغسطس 1955 ده موضوع خلف حقوق لابد أن نعمل خيالنا ونواجه بالدراسة العلمية ده في مقال في الخمسينات لندرس هذا الموضوع. لما جاء عام 58 أصدر كتب مقال ونشره ودعا القوى السودانية في تقدير دعا القوى السودانية لعقد مؤتمر سنة 58 لعقد مؤتمر لحل قضية جنوب السودان. وأنا في تقديري مؤتمر 65 اللي عقد في الحقيقة الفكرة الأساسية كانت من الأستاذ محمود في سنة 58 وقال من الآن علينا أن نحل قضية جنوب السودان حتى لا تكون ميدانا لإدعاء البطولة. فليس هناك بطولة في أن يقتل المواطن الجنوبي الشمالي أو الشمالي يقتل الجنوبي. أي بطولة هذه؟ أي بطولة؟ الآن حاليا نحن عندنا أبطال كثيرين بداية حرب. التحدي كيف نتحول لأن نكون أبطال بناء وأبطال سلام وأبطال تنمية. من 58 الأستاذ قال لهم لا تتيح الفرصة لتتعمق هذه القضية وحتى تكون ميدان لإدعاء البطولة من كل الأطراف. ده كلام خطير ده 58.
فموقف الأستاذ من قضية جنوب السودان موقف يعني عميق وعبر عنه من وقت باكر. الأخت واتفق مع الأستاذ إحسان في إعلان إنه انفصال الجنوب لا يعني نهاية التعدد. التعدد مؤكد كل يوم. الخلاسية دي تعبير إبراهيم إسحاق، يعني ألوان المتعددة دي بتأكد علينا. وأيضا التعدد التنوع المعاصر كما سماه جرنج اللي هو المعاصر والتاريخي، التراكم التاريخي. الأخت مناهل قالت عندها تعليق على كلمة تهميش وإنه ما أعتقد إنه غايبة أو غريبة على الأستاذ. طبعا أنا ما قلت كده، أنا قلت إنه لم ترد في كتابات الأستاذ مفردة التهميش، وإنما وردت مفردة المهمش المظلومين المستضعفين. والمصطلح بتاع التهميش ده مصطلح حديث، يعني دخل في القاموس السياسي في السودان سنة 3 في الثمانينات. المصطلح ذاته دخل السودان سنة 58 وفي العالم ذاته جديد، لكن المعنى موجود. عشان كده الكتاب هو محمود محمد طه وقضايا التهميش، وقضايا التهميش. ولذلك المعنى عبر عنه الأستاذ لأنه قال الرسالة الثانية هي دعوة للمستضعفين في الأرض، يعني المهمشين المظلومين المنكسرين المغيبين المبعدين. ده المعنى يعني، وليس انه ليست غايبه عن الاستاذ او كذا. لا انا لا اذهب في هذه الوجهه ولا احكم هذه الاحكام، يعني لا اطلق احكام انها غايبه او غريبه. اقول لم ترد لان المصطلح جديد ودخل في القاموس السياسي مؤخرا، ولم ترد لا تعني انه لا يعرفها، لا. المعنى عبر عنه وموجود، وكما قال دكتور محمد هاشم جلال كثير من المصطلحات تم التعبير عنها قبل أن تتبلور، قبل أن ينحت المصطلح. والأستاذ عنده تعبير إنه حتى المصطلحات والمفاهيم دي تحتاج لتغيير ويجب علينا أن نغيرها، وبالزمن تتطور وتتغير هذه المصطلحات والمفاهيم. المصطلحات قال معك في كل مرحلة من مراحلنا المصطلحات والمفاهيم السياسية تتغير، يعني اللافتات المعاني زي التهميش وتتغير مع تطور الحياة، وده تطور طبيعي يعني ما. طيب الأخ محمد عبد الرحمن اتكلم عن انه ليه ليه علاقة كلام محمد بمناهل، مداخلته رائعة واتفق معاه فيما قاله، والإشارة للمفهوم التهميش ليه ما كان يكون منذ أن ظهرت المشكلة في بداية الخمسينات. كلام يعني برضو قريب من الكلام قلناه لمناهل، إنه المصطلح التهميش نفسه جديد في العالم، جديد وفي السودان جديد المصطلح نفسه. يعني أنت مرات المصطلح لما يظهر وتفرض ظروف كثيرة تدخله الغاموس السياسي، مثلا مصطلح التنوع الثقافي والتعدد، المصطلح ده ما كان موجود، ظهر بعد الحرب العالمية الثانية، بعد الحرب العالمية الثانية من باحث بريطاني مشى اندونيسيا بعض الجزر هناك وجد التنوع وكتب بعض الكتابات عبر عنها، خرج بعدين المصطلح بعد الحرب العالمية الثانية تبنته المؤسسات الدولية، دخل دساتير الدول في الستينات. أول دستور على ما حسب علمي هو الدستور الكندي الأدخل. ولذلك كثير من المصطلحات يعني تدخل في الغاموس السياسي والفكري والعلوم الاجتماعية لعوامل ولأسباب. ولذلك ما دخل المصطلح من بداية المشكلة من بداية المشاكل في شكل السودان من الخمسينات لأنه كان المصطلح جديد، لكن نفس المعاني عبر عنها بمصطلحات أخرى في الخمسينات. لو قريت في الكتاب حتلقى رؤية الأستاذ تجاه مؤتمر البية. مؤتمر البية لما عقد كان في تقديري أنا هو أول مؤتمر منظم علمي عبروا عنه المهمشين عن قضاياهم كإغليم مظلوم من المركز، عبر عن حقوقه وطالب بها من خلال انعقاد مؤتمر يتدارس الشؤون وتدارسها، وخرج بتوصيات، والتوصيات كانت في سبيل إنه ياخذوا حقوقهم. والأستاذ محمود قال لهم توصياتكم دي ذاتها دون مستوى حقوقكم، انتوا بتستحقوا اكتر، انتوا حقوا تطالبوا بالحكم الذاتي. واكتفي بذلك. بدي اخر ثلاثة فرص بعدين بدي دكتور محمد جلال هاشم فرصة لو عايز يعقب على حاجة، وبختم دكتور عبد الله. ثلاثة فرص اخيرة تفضلي وبعدين هنا.
محمد السلام عليكم. انا افراح دادا خاتم صحفيه. انا بعتبر انه الكتاب يعني مرجع تاريخي مهم باعتبار الدكتور عبد الله البشير هو مؤرخ من الدرجه الاولى. يعني كل فصل في الكتاب انا بعتبر انه ممكن يصلح لانه يكون يعني كتاب في حد ذاته، حتى تناول السودان في المخيلة العربية، إنه بيسوقنا بتسلسل لموضوع الهامش وكيف يتكون وكذا. فالكتاب بيعتبر إنه يا ريت لو تم إيداعه في مكتبات الجامعات السودانية، حتى إنه يكون مرجع للباحثين. أنا أعيد كلامي تاني. أنا بشوف إنه الكتاب مهم جدا، يعني كل فصل في الكتاب بيصلح إنه يكون كتاب منفصل لوحده، يعني باعتبار الموضوعات اللي هو يتناولها. فأنا بشوف إنه يعني كتاب دسم جدا، ومفترض إن إحنا نحتفي به، ومفترض يتم إيداعه في مكتبات الجامعات السودانية، حتى إنه يكون مرجع للطلاب الباحثين في مجال التاريخ السياسي باعتبار الموضوعات اللي هو يتناولها وتاريخها وكده. وحتى إنه الناس تتعرف على الأستاذ محمود مش مجدد ديني أو كده، باعتبار إنه هو سياسي، يعني كان له كلمة الواضحة في القضايا اللي هو سبق فيها الناس في وقتها. فالحاجة دي مهم تثبيتا للباحثين في الموضوعات المختلفة. فلذلك يعني بكرر كلامي إنه يا ريت لو يتم إيداع الكتاب في المكتبات الجامعات. وقبل دكتور عبد الله قال حاجة إنه الكتب بتاعة أستاذ محمود يعني موجودة في الجامعات، حتى إنها يعني ما تم وضعها في أرفف الجامعات باعتبار إنه 30 سنة الماضية بتاعة القمع والظلم اللي تعرض له الناس، وإنه حتى يعني ما كان في حرية تفكير أو ما كان في حرية إنه إحنا نسمع الآخر وكده. فالحاجة دي بعد الثورة وبعد التغيير اللي حصل مهم إنه الناس تتعرف على الموضوعات دي بشكل جديد، وتتعرف على الأستاذ، يعني تعرف ما قدم الأستاذ كما هو يعني من حقائق ومعلومات. وشكرا. السلام عليكم. في البدء الاسم محمود طارق باكر. الشكر الجزيل يا اخو جمال. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الاسم محمود طارق باكر طالب، تمام. بتكلم عن انا رايته في نظريه ورؤيته السياسيه، شايف الحل في السودان كالاحزاب، شايف تقريبا الحل في اللهم صل على سيدنا محمد الحزب الجمهوري، تمام. وشايف الدور للاخوه الجمهوريين او الدور كالحزب للحزب الجمهوري. انا شايف الناس كلها تتكلم في دائره مغلقه، دائره المتعلمين. تقريبا في نسبه كبيره من السودانيين غير متعلمين. دور انا اتكلم عن انه النقطه حقتي انه دور الجمهوريين او دور الحزب الجمهوري في معرفه الناس بالاستاذ محمود محمد طه شنو. وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إبراهيم الصديق. موضوع الرسالة الثانية ونصرة المظلومين، موضوع المرأة مثلا، واقع المرأة اليوم
في الشرق بتعاني من الكبت والاضطهاد وعدم المساواة الاجتماعية. في الأرض اتجاوزت ده لكنها ما زالت تعاني من هذا التبرج والتفسخ والاستغلال وكافة الصورة ظلم. قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بنص الآية دي المرأة في قمة الموعودين بالإمامة والميراث. والإمامة بتعني ريادة المجتمع وسيادته اللي بيحققنا بالميراث. سؤالي: الميراث شنو؟ الميراث شنو يعني المقصود هنا؟ بعدين عندي تعليق في موضوع زواج الجمهوريين. كثير من المثقفين والسودانيين ما بيعرفوا انه حتى قانون الحقوق الشخصيه في عهد الانغاز، قانون الحقوق الشخصيه لسنه 91 في الماده 131 بتقول يقع الطلاق من الزوج او من وكيله او من الزوجه ان ملكها الزوج امر نفسها. شكرا جزيلا. طيب شكرا جزيلا افراح تجي الختم. شكرا للمداخله وشكرا للكلمات. وفي الكتاب بالنسبه للمكتبات انا ببذل جهدي دائما اوزع للجامعات وللمراكز، لكن طبعا صعب تغطيها، يعني المؤلف او الناشر صعب انه يغطيها، لكن ببذل جهدي يعني لانه اوزع بقدر الامكان يعني. وبعض الجامعات طبعا المفروض تشوف الاصدارات والتابعه في الساحه يعني وتغذي بها المكتبه بشكل مستمر، لكن طبعا في عوامل كثيره وظروف اقتصاديه وغيره، لكن انا دائما ببذل جهدي في انه بهدل بعض الجامعات ومكتباتها والمراكز اللي بتجمع فيها الشباب زي المركز الفرنسي، المكتبات العامه اللي بتجمع الشباب وبتطلع عليها، فبهدي بعض النسخ ليتبادلوها الطلاب. ولا القصه بتاعت انه جيت كتب الاستاذ مخزنه مربطه، ده في واحد بس من المكتبات، يعني ما كل المكتبات اللي انا وقفت عليها، يعني جيت في مكتبه جامعه السودان كتب الاستاذ موجوده بشكل جيد في الرفوف، لكن في مكتبه ثانيه في جامعه الخرطوم لقيتها مقفله في مخزن ومبعده يعني. بالنسبه لطارق محمود، طارق عن دور الجمهوريين في تعريف الناس بفكر الاستاذ، فعلا في مسؤولية فردية للجمهوريين وغير الجمهوريين، يعني حتى غير الجمهوريين ذاتهم في مسؤولية. المشروع ده يعني الأستاذ طرحه للإنسانية جمعاء، وكل زول يقوم بدوره وبواجبه، وهو متاح تطبق ما تقتنع به، ويمكنك أن تناقش وتكتب وتثير الحوار والنقاش فيما أنت مقتنع به، وتجادل وتحاجج وتساهم في تنمية الوعي وتساهم في إقامة الحوار حول مشروع الأستاذ. وطبعا ده لكن ما بيعني إنه الجمهوريين لا، دورهم مهم، وهسه في نشاطات يعني في نشاط متوسع النشاط، يعني نشاط الجمهوريين نفسه صح هو مش بالمستوى المطلوب، يعني المفروض اكثر من كده، ونحن مهما عملوا بنطالب باكثر، نحن ذاتنا حقه نعمل اكثر من كده، واي مثقف يعمل اكثر من كده، لانه السودان بيستحق، ولانه مشروع الاستاذ بيستحق، ولانه محتاجين له في السودان ومحتاجين له البشريه كلها، فمفروض العمل يكون اكثر، وعلينا بالعمل والعمل ثم العمل، والغير جمهوري ايضا عليه العمل، وعلينا جميعا، لانه بالعمل بنحاصر الجهل، ولما نحاصر الجهل بنساهم في تنمية الوعي، وإذا ساهمنا في تنمية الوعي بنعيد تصحيح مسار السودان، وبنساهم في بناء السلام العالمي، والسودان بدلا من يكون موسوم بأنه يكون دولة إرهابية ودولة منبوذة، نكون دولة مؤثرة وصانعة للسلام، وده بيكون بالعمل يعني. الأخ إبراهيم شكرا جزيلا لمداخلتك، وعن موضوع المرأة في الشرق والمرأة في الغرب، وطبعا التفسخ والإشارات اللي قلتها في الغرب طبعا هي القصة ما بالمعنى ده، القصة إنه الحياة البشرية متطورة والحرية مطلب إنساني، الإنسان باستمرار هو بطالب الحرية، المرأة والرجل. مسألة ما تراه أنت في الغرب بالصورة اللي أنت نظرت لها، هو في الحقيقة ممكن يكون في الغرب ده حق من حقوق النساء وحريته، ولكن
الحريه طبعا، وفي في الشرق الموضوع مختلف، نتاج للمرجعيات الثقافيه، نتاج للمرجعيه الفكريه، نتاج لتراكم تاريخي، نتاج لعوامل كثيره، لكن النفس الانسانيه في النهايه هي نفس، والمراه هي المراه، وان تعيش بكرامه وتعيش بالحريه اللي يعيشها الرجل والمراه. والحريه عند الاستاذ محمود محمد طه هي المسؤوليه. يعني باختصار لو جينا عرفنا الحرية بتعريف بسيط، إنها هي المسؤولية، إنها المسؤولية، وإنك تكون مسؤول عما تقوله وعما تعمله، وده موضوع أمام القانون، أمام الله، أمام نفسك، إذا كنت امرأة أو رجل. بعد ذاك مسألة التشريعات اللي بتتم في الغرب وغيره، ده بناء على تطور المجتمع هناك، لكن اللي احنا اللي بنقوله إنه الأستاذ محمود في موضوع التشريع، ودي بتسغني لنقطة مهمة، إنه الأستاذ في دعوته للدستور الإنساني، طبعا ده الأستاذ بيدعو للدستور الإنساني، الدستور اللي بيقوم على آيات الأصول اللي قلنا قبل، آيات الأصول الآيات المكية اللي تتنزل منها القيم والمعاني في الرسالة الثانية من الإسلام، وإنها هي آيات الحرية والمسؤولية وكرامة الإنسان. الدستور الإنساني ده اللي بيدعو له الأستاذ، لكن موقفه من الدساتير الموجودة، طبعا في نقطة برضو مهمة أضيها، الأستاذ بيعرف الدستور هو اللي بيحكم العلاقة بين الدولة والأفراد، والقوانين هي اللي بتحكم العلاقة بين الأفراد. ففي الدستور الإنساني كرامة المرأة والحرية والمسؤولية، ده موضوع ممكن التفصيل تلقاه في كتاب الرسالة الثانية أو غيره من الكتب، كلها بتتناول خاصة كتاب الرسالة الثانية. ففي الواقع السوداني لما يطرح زي ما طرح في عهد نميري، وكانت في الدساتير كانت دساتير علمانية كما نعرف يعني، فكان في كتاب التهميش ده أنا عملت عنوانين، العنوان الأول نعم للدستور العلماني إزاء الدستور الإسلامي المزيف، لا للدستور العلماني إزاء الدستور الإنساني، تمام؟ تحت العنوانين ديل درست مواقف الأستاذ من كل دساتير السودان التسعة من سنة 1951، دي بداية أول لجنة عملت للدستور، لجنة صغيرة عملت، وبعدين جاءت على اتفاقية 1953 وألحقت، وبعدين أصبحت جزء من الدستور، وبعد ذلك 56، ومواقفه من الدساتير دي كلها، وخلصت في من ده كله للعنوانين ديل، نعم للدستور العلماني إزاء الدستور الإسلامي المزيف، ولا للدستور العلماني إزاء الدستور الإنساني. في قلت الكلام ده أنا في ندوة قبل كم يوم، أحد الإخوان رسل لي نص للأستاذ، قال لي رأيك شنو في النص؟ النص بيقول الأستاذ بيقول نحن لا ندعو للدستور العلماني، نحن لا ندعو للدستور العلماني، وبعدين الأستاذ تكلم جاب لي بصوت الأستاذ، والنص أنا شفته سمعته قبل كده. هنا في نقطة مهمة ينبغي التوضيح، ووضحتها للأخ، قلت له هنا في فرق بين الدعوة للدستور، أن تدعو للدستور العلماني، أن أقيم ندوة أدعو فيها للدستور، أو تأكتب حدث الناس عن أهمية وضرورة الدستور العلماني، و ده أنا ما متبنيه، وده معروف إنه الجمهوري ما بيتبناه، الدعوة للدستور العلماني. ولكن إذا توافقت القوة الموجودة في الدولة، وصلت الدولة لأنها أخذت بالدستور العلماني كما حدث في نميري، والأستاذ أيد نميري تأييد سلبي لأسباب معروفة، إنه نميري حكومة مايو هي في الحقيقة جاءت في اللحظة اللي كان بيتم فيها القوة الطائفية والتقليدية والإسلامية مناقشة الدستور الإسلامي لتطبقه، والأستاذ سماه الدستور الإسلامي المزيف وهو ضده، ولأنه كانت النظام الديمقراطي نفسه الدار يأتي بالدستور ده، هو نفس النظام اللي أقيمت في عهده محكمة الردة، ما كانت ديمقراطية، كانت دكتاتورية مدنية، كانوا دي الفقهاء ساسة بيمارسوا في الفقه،
في اللحظة دي قامت مايو ومايو التغت مع الجمهوريين في منتصف الطريق كما قال الأستاذ، والتأييد كان تأييد سلبي، التغوا في منتصف الطريق لأنها قطعت الطريق على الطائفية وعلى القوة التي كانت تدعو للدستور الإنساني. لما مايو جاءت بالدستور العلماني هو كان أفضل من الدستور الإسلامي المزيف اللي كان بتدعو له القوى السياسية، لأنه إقامة الدستور الإسلامي زي ما حدث لما ألحقت قوانين الشريعة في سنة 83 للدستور اللي قطعت أيديهم من قطعت أيدي المهمشين والمستضعفين البسطاء، قطعت أيديهم وأطراف وأزلت الشعب زي ما قال الأستاذ القوانين دي، وسمى هو اللي سماها قوانين ديسمبر وليست قوانين وليست الشريعة الإسلامية، قوانين سبتمبر وليست، يبدو أن ثورة ديسمبر أيوة تحكمت في فسماها قوانين سبتمبر، ولذلك رفضها. ولذلك هو قال وفي العناوين اللي أنا ذكرتها في الكتاب ده تحتها بتجد توثيق لمواقف الأستاذ تجاه الدساتير دي نفسها وحتى الدستور العلماني، ليه هو أفضل من الدستور الإسلامي المزيف بتلقى التفصيل. ولما يكون في أمر واقع وإنت موجود أمامك وتقول إنه ده الدستور العلماني ده أفضل من الدستور الإسلامي المزيف اللي بتدعو له الإسلاميين والمهووسين والقوة التقليدية، ده ما بيعني دعوة للدستور العلماني، في فرق بينه وبين إنك تدعو للدستور العلماني. حبيت بس أوضح النقطة دي وشكرا جزيلا. طيب كده بتنتهي الندوة حقتنا، وشكرا لدكتور عبد الله البشير. طيب معلش نتجاوز بس نبدي. بعتذر من المنصة يعني بعد ما قفلت البرنامج وانا جيت، لكن طبعا فرصة زي ما بتتكرر مسائل يعني، وظروف البلد ما معروفة يعني، ما مقبل على وين ما في زول عارف، عشان كده شو ما اظن يعني القى فرصة زي مسائل تاني. دي واحد من الحاجات. عندي سؤالين طبعا. مسألة الفكر الجمهوري طبعا اول مرة بينطرح يوسف حماد طبعا اول مرة بينطرح الفكر الجمهوري للناس، عرفناه من الكتب بخوف يعني، ونحن مسلط علينا السيف بتاع الأصولية ومسألة التكفير ومسألة حياة كثيرة يعني، المعرفة ذاتها والتغرب له كانت مسألة ذاتها محفوظة، والأف في البيت والمسألة طبعا صعبة وصعوبتها هي معروفة. لكن عندي سؤالين. السؤال الأول، الأستاذ كان عنده طروحات سياسية وكان عنده رؤية للسودان. أنا الإخصاء تم في العهد الإسلامي فقط أم تم من قبل تيارات أخرى هي وطنية يعني في الأدبيات بتاعت الحركة الوطنية المكتوبة من 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 من, من, من الناس اللي كانوا موجودين أصلاً في الساحة؟ الساحة دي كانت الإسلاميين في فترة، وكانت لتيارات أخرى يعني بعثية شيوعية الحركة الوطنية برضو. الإخصاء تم في الفترة دي، كان في إخصاء بالضبط، وممن وظروف الملابسة للإخصاء ذاته عشان مطروحته ما قاعد نسمعها إلا من منابر الفكر الجمهوري فقط. الأستاذ محمد طه ما بنعرفه إلا من الفكر الجمهوري فقط ومن أشخاص الفكر الجمهوري فقط، ليه ما بنعرفه من منابر تانية؟ دي واحد من ده السؤال الأول. السؤال الثاني برجعني للمعرفة وفهم الدلالة بتاعت اللغة بتاعت الأستاذ، يرجعني للغة الأستاذ ذاته. يعني إحنا عندنا لغتين سائدة، اللغة الحديثة بتاعت المعاجم الحديثة، لغة المعجم الحديث اللي عنده مثبت بشكل مصطلحات، مثبت بشكل مناهج، مثبت بشكل شنو، دي البنية الثقافية الأولى. البنية الثقافية الثانية البنية التراثية. فمحمود محمد طه لغته ما بتنتمي للبنية دي، ولغته ما بتنتمي للبنية دي بالتأكيد، قطعا ما بتنتمي أصلا للبنية دي وما بتنتمي أصلا للبنية دي. فسؤالي اللي بطرحه أنت يا أستاذ كباحث وكمطلع للأعمال، قاعد تستوحى المعاني بالضبط بياته مرجعية بالضبط كده يعني، مثلا يعني الإسلام في المعنى الشائع شهادة أن لا إله إلا الله. محمود محمد طه الإسلام عنده ما وقع أولا ورفع بهم الملابسة، ما وقع أولا ورفع مسألة يعني قد تكون وصلتك يا أستاذ. الإسلام ما عنده ما المعنى الواضح والمعروف لدينا، وكذلك يعني نفس اللغة بتشترك في معنى. شكرا لكم. طيب الموضوع جرى برضو عشان المساومة.
السلام عليكم. ناسف للتأخير وحاجات كثيرة أكيد جميلة فاتحة. أولا أنا أحب أن أعبر عن فرحتي الشديدة بالجمع ده وبالكتاب بالذات وبالدكتور عبد الله. يعني الكتاب كأنه تاريخ ولأول مرة، وأنا درست التاريخ في معهد المعلمين هنا لما جيت، فكانوا بيتكلموا على الدكتور بيتكلم على الأحزاب. أنا ما عارف أفسر شنو يعني. الناس حريصين حتى هوس ديني ولا غيره إنه موضوع الأستاذ ده لازم يكون ما يرى النور. كل الكفاح اللي قالوا وموجود في الكتاب طبعا موسع، والحمد لله يعني ربنا بعثوا لنا عندنا، مع إنه إحنا جمهورين وعندنا الفكرة، لكن هذا الكتاب شاء الله إنه يرى النور، ولكل شخص ممكن يختنيه بيجد فيه تفاصيل عن نهضة الأستاذ. ففي الغاعة الدكتور قال عن الأحزاب وما يتكلم عن الحزب الجمهوري في الوقت اللي فيه معروف إنه الكلمات الأولى ومن داخل البرلمان والنداء للاستقلال كان من منه. أنا ما أعرف السر شنو والحكمة شنو من إنه دائما أفكار الأستاذ ما ترى النور من زمن طويل. وزي ما قال الأخ حسي يعني نحن ما بنلقى وما بنشوف إلا بالدس وغيره. فنحن الحمد لله الله منا علينا، وأنا في أكثر فترة أخذتها مع الأستاذ وأنا في المعهد كنا بنجيه، فلاحظت حاجات كثيرة، انضباط في السلوك وقيام الليل والصلاة اللي هي حسي عاملة الربكة دي. أنا ما وجدت الصلاة الصحيحة إلا عند الأستاذ، وقيام الليل والإنشاد وغيره من الأشياء العرفانية الجميلة. وعرفنا الشعراء العرفانيين ابن عربي وابن الفارض وكلها دي عرفناها عند الأستاذ محمود محمد طه. فكانت فترة جميلة وممتعة جدا، يعني زي ما بقولوا إنه زي ما ذكر أخونا في قصيدته فبيقول يكفيني عشت زمانا له طعم ومذاق. بجد كان زمان له طعم ومذاق. فأنا أخص بالحتة دي وعملت قصيدة صغيرة وجبتها للأستاذ، وقام أشهد بي قال لي والله أنت لخصت الفكرة. القصيدة بتحوي عن الجلسات، عن علاقة الأخوان بالأخوات، عن الكتب، عن الصلاة. فبدأت قصيدتي بهديها لأمي، وطبعا جيت هنا وكنت في الداخلية لكن بزور الأستاذ كثير. فبقول لها يا يما شوقي ليك زاد، واسمحي لي الليلة أقول ما أحلى الاختراع. يا يما بسمع من بعيد ناسا تقول الله الله ده الذكر بالاسم المفرد، مشيت قريب أسمع وأشوف. يا يما ما شفت إيه تعني عندهم الصلاة، ركعات طويلة وفي الظلام وشرطا تكون مفردة، وفتحت خشمي وغلبني الكلام لا في الصلاة ولا غير الصلاة، وأنا عيشي باكله من الكلام يا يما صرت مبكمة. الداعية اللي هو الأستاذ يفقد كل زول حكاية ما أقدر أوصفها، والدعي كل نور قال كرومة الجلسة يعطرها كرومة منشد. في اللحظة دي طريت عطورك أنواع كثيرة مشكلة، لكن شنو كرومة قال الله الله وكلمات كثيرة ملحنة، حتى العطر عندهم كلام لكنه فعلا عطرها. وقف سعيد، وأستاذ سعيد ده أكبر قامة طبعا، أستاذ التلميذ الأول للأستاذ، وقال كلامي صاعد للسمع دي في الجلسات، وراني الفرق بين الشريعة والسنة البجهلة، حتى الاشتراكية والديمقراطية من القرآن يا يما مبينة بآيات أصيلة مدللة. أقول شنو حبب لي الدين كنت بحر منه بعيد ولكن منه بسمعه. المرأة ما شفت يا يما أدوها حقوقها مكملة فوق الزواج والطلاق يا يما هي مقدمة. كان شفت يا يما البنات لبسات طويل ومحشمات وكرهت غيرهم كل الموضات، وبدأت أفكر في العقول اللي بيها بيخيموا البنات. الأستاذ يقول زي عنوان عقل المرأة وخلقها. ما شفت يا يما الجلسات قاعدين أولاد وبنات، لكن شنو زيي وزي صلاح أخوي وكنت نقعد جنبك للونسات. كان شفت يا يما الكتب عندهم بالكوم محزمة، وكل اللي قلت لك وحاجات كثيرة مدونة. يا يما خلي ناس أبوي وصلاح كمان اللي يقروا لك لما أجي قريب وأحكي لك. في المحل فذكر كل الأحزاب طيب السؤال أو المداخلة الأولى
كانت تتعلق بالإقصاء للأستاذ ومشروعه بدمتين والحركة الوطنية بدمتين، لأنه ما قاعدين نشوف، وده له علاقة بكلام علوية الأستاذ علوية في إنه الأستاذ ما اللي ذكر في القاعة ذكر الأحزاب كلها وما ذكر الحزب الجمهوري. الموضوع ده له علاقة مع بعض يعني. طبعا الإقصاء تم في محطات عديدة، وكل محطة كان بيتعمق فيها الإقصاء والإبعاد لمشروع الأستاذ وسيرة الأستاذ ونضال الأستاذ من كتب ومقررات الجامعات والمدارس، ودي مسألة أنا درستها بدقة. طبعا من الأربعينات الأستاذ كان بيمثل قائد وطني وبطل وطني، رؤيته مختلفة عن رؤية قادة الحركة الوطنية. أولا أراد أن يحرر المناخ السياسي من ثنائية معروفة، أحزاب اتحادية وأحزاب الاستقلال، إقامة استقلال السودان بإقامة علاقة خاصة مع بريطانيا أو الاتحاد مع مصر، وتحت الاتحاد قامت أحزاب. الأستاذ كان الحزب بتاعه الحزب الجمهوري، كأنما أراد دفي وتحرير للمناخ السياسي والفكر السياسي في ذلك الوقت. أيضا الأستاذ تبنى خط المواجهة والمصادمة للاستعمار، أما قادة الحركة الوطنية تبنوا خط التفاوض مع دولتي الاستعمار، التفاوض مع مصر وبريطانيا، العمل الناعم. الأستاذ محمود قال لهم لابد من طرد الاستعمار بالمواجهة والمصادمة وتدخل السجون من أجل وطنكم. الجماعة الحركة الحركة الوطنية كانوا بيديروا في الشأن الوطني بفوقية، كما وصفها محمد سعيد الجدال في المؤرخ السوداني في كتابه عن السودان والسودان الحديث. القادة كانوا بيديروا شأن السودان وبتحاوروا عنه بفوقية. الأستاذ قال لابد من مواجهة الاستعمار بإشراك الشارع والشعب في هذه المصادمة، وخاصة النساء وأهل الأغاليم والأغنياء لابد أن يكونوا جزء من النضال ضد الاستعمار إن أردنا لمسار السودان المستقبلي بيأتي بالحرية والرفاهية للشعب السوداني، يجب أن يكون ذلك. لأنه قال الوطن لابد من التضحية في سبيله، لأنه قال التضحية في سبيل الوطن تمنع الانتهازية في الممارسة السياسية، التضحية في سبيل الوطن تمنع الانتهازية في الممارسة السياسية. لا تجد لهذا الكلام أثر في العلوم السياسية وفي الجامعات زي ما قال الأخ. طبعا المحطة الثانية في الخمسينات الأستاذ محمود كان بيشارك مع القوة في الحركة الوطنية في بعض الأعمال، مثلا سنة 46 تكونت الجبهة الاستغلالية 1، بيسموها الجبهة الاستغلالية الأولى، الأستاذ كان عضو فيها. 55 تكونت الجبهة الاستغلالية 2، ودي جبهات من أجل مقاومة بعض القوانين والمواقف اللي حدثت في ذلك الوقت، الأستاذ كان عضو فيها 55 الجبهة الاستغلالية 2. لكن كان في كل موقف وفي كل لجنة بيدخلها بيخرج عنها بإعلان وبيان، بينشره بيذكر الأسباب خرج لماذا والسبب شنو، وبوضح للشعب السوداني وبعري هؤلاء القادة. لما سنة 56 كان في اللجنة بتاعت الدستور، الأستاذ خرج من اللجنة لأن اللجنة خضعت كلية للحكومة الاستعمارية وسارت في سيرها، والأستاذ أراد للجنة أن تكون حرة في عملها وفي مسارها، أصدر بيان بذلك. لماذا الأستاذ بيصدر البيانات؟ الأستاذ في الممارسة السياسية عنده موضوع مركزي، وهو يجب تمليك الشعب كل المعلومات في كل المواقف وكل الوقائع وكل ما يدور في داخل اللجان، يجب تمليك الشعب. وكتب مقال بهذا المعنى عن نحن شعب بلا أساسة، وتحدث فيه عن إنه ضرورة تمليك الشعب. حتى قال في المفاوضات مع مصر والمؤامرات اللي بيعملوها اللقاء بعض قادة الحركة الوطنية في ذلك الوقت، قال يجب أن تكشف للشعب، الشعب هو صاحب المصلحة ويجب على الحكومة أن لا تغيب الشعب. شوف الالتصاق مع الشعب ده
ده كان أمر مستفز جدا لغاية الحركة الوطنية. ده كله كان اختلاف المسار في التفكير وطريقة التفكير والمنهج في العمل الوطني والممارسة السياسية بين الأستاذ والمدارس الأخرى جعل الصراع بينهم مستمر. لذلك تجد لكن هنا لابد الإشارة للحزب الشيوعي السوداني. حزب الشيوعي أيضا دعا لإشراك الشعب من أجل الاستقلال. ولما قبل أنا قلت لولا مشروع الأستاذ ومواقف الأستاذ من أجل المهمشين لانتهى الأمر بالمهمشين يكونوا أبريجينز السودان. هنا لابد من ذكر وأنا ذكرت الكلام ده في الندوة الأخيرة إن الحزب الشيوعي لابد أن ننتبه إنه في الأربعينات والخمسينات والستينات كان عنده دور كبير جدا في إنه كان أيضا هو الحزب الذي فدى هذه الشعوب الأصيلة من أن تكون أبريجينز السودان، وفداها لأنه كان حزب عابر للإثنيات والديانات، وكان استوعب في داخله جماعة من الجنوب السودان ومن البيجة كانوا أعضاء. هذا الأمر ألغى بظلاله على أن تكون بذرة الثورة في تلك المناطق غرست ونمت، والآن ما وصل إليه الكفاح المسلح بذرته بدت من الأربعينات والخمسينات، والحزب الشيوعي عنده دور كبير جدا في ذلك لأنه كان عابر للإثنيات. الأستاذ محمود كان أيضا من أجل المهمشين ومن أجل هؤلاء الجماعة ما يكون مصير أبريجينز بمواقفه بأطروحاته وبمواقفه حتى 18 يناير، حتى أطروحاته كانت بيطرحها وبعض الناس بيطلعوا عليها وبعضها ما بيطلعوا عليها، لكن بعض القادة والساسة كانوا يسرغونها ويتبنوها ويعلنوها. الأستاذ عادة ما بيلاحق السارغ لأفكاره ولا بيعلق للي بيحاكمه في المحكمة، حتى الغضاة السودانيين حكموا ما بيشير لهم عادة، ولذلك تسربت أفكاره حتى ما أعطوه فيها ميزة الذكر تسربت في المناخ السياسي. وذكرت أنا نموذج المحجوب لكن في الوقت ما بيكفي أنتقي، لأنه المحطة الثانية لما أعلن الأستاذ مشروعه سنة 51 للأسف الشديد أول من أعلن أن الأستاذ رفعت عنه التكاليف ورفعت عنه الصلاة وكلام غير دقيق وغير صحيح للأسف الشديد ما كان فقيه، كان من المثقفين السودانيين، ونشر هذا الأمر في صحيفة صفحة كاملة تحدث جورا وظلما وكتب هذا الكلام، وكان أصلا الكلام مبني على محاضرة قدمها الأستاذ محمود في يوم 14 سبتمبر 1952 والمحاضرة كانت بعنوان اشتراكية القرآن. هذا الصحفي وهو غامة كبيرة صحفية نشر هذا الكلام وأضاف عبارات غير صحيحة ولم يقل بها الأستاذ ضمنه، ومن اليوم ذاك أشيع أمر رفعت عنه التكاليف، فتلقف الفقهاء هذا ولذلك أول من غال بهذا من المثقفين. دي محطة. محطة أخرى لما 1960 الأستاذ محمود فصل 3 طلاب من تلاميذه من المعهد العلمي وتم تكفيره، ده كان بمؤامرة فيها شيخ المعهد والمشايخ والشؤون الدينية وزارة الشؤون الدينية وبعض المثقفين. ده كان دي محطة فصل فيها الطلاب، وقامت حملة تكفير كبيرة جدا ضد الفكرة الجمهورية سنة 60. القرار 59 كانت المشكلة في ديسمبر وقرار الفصل كان في يناير 1960. بعد الفصل والتكفير للثلاثة طلاب واللي هم الأستاذ إبراهيم يوسف والأستاذ أحمد العجب والأستاذ محمد خير المحيثي كانوا طلاب في المعهد العلمي، فصلوا. بعد فصلهم وتكفيرهم قامت حملة كبيرة جدا من رجال الدين في الصحف. الأستاذ شارليا في الكتاب الأصدر سنة 60 كتاب الإسلام في المقدمة بتجي التوضيح إنه الكتاب ده استعجل به الأستاذ لمواجهة الحملة التشويه اللي قامت على اسم نكبة المعهد العلمي، سماها نكبة المعهد العلمي. المحطة التالية كانت في منتصف الستينات في 64 الحملة تطورت وغادوا الفقهاء تكفير الأستاذ والحكم عليه بالردة بدت في 64 وتجد الحملة بتاع تكفير الأستاذ وردته في الصحف شاركوا فيها مثقفين وشاركوا فيها فقهاء وموجودة في صحيفة أنباء السودان والرأي العام والأيام، بتلقى مش الأيام الرأي العام وأنباء السودان، نعم بتلقاها موجودة في دار الوسائل. 68 تلخص ده كله في تحالف عريض إسلامي داخل السودان وخارجه، وتم بموجب محكمة الردة المحكمة الغير محقة، المحكمة محكمة الأحوال الشخصية محكمة غير مختصة.
دي كانت لحظة من اللحظات يعني يا حكمت المحكمة بالردة. دي لحظة، دي محطة أيضا ساهمت في أن يتماهى المثقف الكثير من المثقفين مع الفقهاء ومع مجلس السيادة سنة 68 ومع الحكومة الديمقراطية التي تسمى ديمقراطية. وكان في تلك الحكومة 5 من كبار القانونيين السودانيين في المحكمة، في الحكومة اللي عقدت فيها محكمة الردة بالمؤامرة بتاعت رجال الدين والمعهد العلمي والمشايخ. 5 كان رئيس الوزراء محمد أحمد المحجوب قاضي ومحامي كبير، وكان إبراهيم المفتي كان وزير الكهرباء وهو من أول خريج قانون من مدرسة القانون، كلية القانون كان بيسموها زمان مدرسة القانون. وكذلك كان عبد الماجد أبو حسب وكان وزير للإعلام والشؤون الاجتماعية وأضيفت له وزارة العدل لما استقال لأسباب رشيد الطاهر بكر، وكان أيضا قانوني. وعبد المجيد أبو حسب أيضا كان قانوني. وكذلك الشيخ عبد الرحمن علي الأمين كان نائب الرئيس الوزراء وزير الداخلية، وهو كان من أوائل الذين في قبل الاستغلال يتولوا أمر شؤون العدل في 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 الدولة السودانية. دي الحكومة اللي في الديمقراطية اللي على رأس هؤلاء القانونيين تم في عهدها تشكيل المحكمة الانتقالية، المحكمة محكمة الردة الأولى. دي خلقت أيضا، دي محطة خلقت فجوة كبيرة جدا، وتبنوا المثقفين تماهوا مع الفقهاء. ولذلك تجد في كتاب الردة الذكر 50 للحكم بردة محمود محمد طه المواقع والمؤامرات والمواقف، جرد لمواقف المثقفين في ذلك الوقت. هذا الأمر تبلور وتم استدعاؤه في سنة 85 في 7 يناير لما المهلاوي عقد المحكمة، وكانت بناء على بيان هذا أو الطوفان. لم يكن في ذلك الوقت في الدستور مادة الردة. المحكمة استدعت مع محكمة المكاشفة، بعدين استدعت محكمة الردة 68 واستدلت واستشهدت بالأسهر وبخطاب الأسهر ومرابطة العالم الإسلامي، وبناء عليها تمت المحاكمة جورا وظلما بالردة. طبعا نعرف بعدين المحكمة الدستورية 18 نوفمبر 68 لما القضية رفعتها 86 القضية رفعتها رفعها الأستاذ عبد اللطيف والأستاذة أسماء محمود، بناء على عقدت المحكمة الدستورية جلساتها الدائرة العليا، وخرجت أولا برأت ساحة الأستاذ واعتبرت الحكم كيد سياسي وهو محاولة أو في الحقيقة اغتيال بالدين وبمؤامرة سياسية، والكلام ده مفصل أيضا في كتاب الردة. الشاهد المحطات دي كلها مجتمعة ساهمت في أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والجامعات تتماهى مع الفقهاء ومع السلطة السياسية وتبعد مشروع الأستاذ عن الدائرة بتاعت البحث، وتم إقصاؤه من دوائر البحث وتوجيه الطلاب لدراسته، تم إبعاده. ولكن في تقديري أنا كان إبعاد للحين، لأنه مجرد ما حدث الوعي نمو الوعي وقامت الثورة وتحرك المهمشين في الأطراف وانتزاع حقوقهم وتصحيح مسار السودان، عاد الحوار عن الأستاذ بالقوة التي نراها الآن، وهي ليست القوة بشكل المثال ولكن ستأتي بأقوى مما كانت، ليعود الأستاذ مرة ثانية ويبعث مشروعه من جديد، لأنه نحن محتاجين له والإنسانية محتاجة له، والإنسان كإنسان في حياته اليومية وفي تعايشه مع الآخر محتاج له، والسلام العالمي محتاج له بأكثر مما يكون. وشكرا جزيلا. الحقيقة في الأستاذ يتسأل عن الأسلوب بتاع الأستاذ محمود محمد طه، هذا موضوع كتبت فيه من قبل. وعلينا أن نلاحظ شيء مهم، أنه قبل 1806 لما ظهر كتاب الطبقات لوضيف الله ما في كتابات في السودان، يعني تقعيد الكتابة باللغة العربية ده تراث جديد يعني ما قديم عندنا في السودان. ومن وين جاءت الكتابة؟ الناس بيكتبوا. فتعرضت من قبل لهذه الاتجاهات في الكتابة، وكان طبعا استوقفني أسلوب الأستاذ محمود محمد طه، وهو أسلوب فريد جدا. ومصادره شنو؟
وجدت انه هناك مدرسة أسسها جمال محمد أحمد، وهناك مدرسة تأسست على كتب النثر العربي الحديث ناس مصطفى صادق، مصطفى صادق الرافعي. هذه المدرسة تأثرت بها مدرسة الفجر وحاولوا يقلدوا هذا الأسلوب، ولكن الأستاذ محمد حطها أسلوب مختلف عن هذا للغاية. أسلوب الأستاذ محمد حطها يرجع إلى أسلوب الجزالة العربية المتوافرة في كتب التراث العربي القديم، بالإضافة إلى التأثر بأنماط الكتابة في اللغات الغربية. ومن الأشياء الغريبة اللي لاحظتها أنه ينتمي إلى مدرسة الأستاذ محمد حطها كذلك الدكتور منصور خالد، بينما ينتمي عدد كبير من الناس علي المك والجيل الجديد تبع الأكاديميين للمدرسة التي أسسها جمال محمد أحمد. أما مدرسة الفجر فهي أقرب إلى مدرسة مصطفى صادق الرافعي، وفيها يعني شيء أقرب إلى يعني إلى التقليد وليس فيه شيء من الأصالة. مدرسة الأستاذ محمد أحمد طه فيها كثير جدا من الأصالة لأنها أخذت الجزالة، جزالة الكتابة العربية من مصادرها. بالنسبة للصادق المهدي مدرسته متأثرة جدا أيضا بمسألة النثر العربي بتاع مصطفى صادق الرافعي بتأثر من أستاذه الطيب السراج. وده بوري أنه في اليوم بالذات في يمكن للإنسان أن يشير إلى عدة اتجاهات بتاعت كتب حديث كتابة حديثة كلها مشت في المدرسة بتاعت الأستاذ محمد حطاها. المهم في الأمر هنا أن الأستاذ محمد حطاها حتى في هذا لم يكن مقلدا بل كان أصيلا، واستمد الأشياء من مصادرها الأولى وأسس مدرسة لا زال الناس ماشيين عليها. شكرا. طيب مش جزء الكلام فيه علوية قالت سؤال مهم، الأستاذ اللي ما أشار للحزب الجمهوري وإنه ليه الحزب الجمهوري اللي إشارات له ما بتكون، وده له علاقة برضو بكلام الأخ عن الإقصاء. طبعا ده بيتصل بمصادر الدراسات السودانية المصادر المكتوبة. واحدة من المشاكل إنه أطروحات الدكتوراه والماجستير والمؤلفين والمؤرخين والجماعات دي بيعتمدوا على مذكرات القادة والساسة السودانيين، يعني السيرة الذاتية. وعندنا عدد من السيرة الذاتية وأنا درستها ودرستها الأستاذ محمود في هذه السير، في سير معاصريه. السير دي مثلاً الخمسة اللي قلتهم أنا قانونيين في 68 لما عقدت محكمة الردة كلهم كتبوا مذكراتهم، ولا واحد فيهم أشار للأستاذ محمود أو المحكمة أو الحزب الجمهوري. يضاف لذلك تجد إن المذكرات والسير الذاتية بتاعت هؤلاء الجماعة وتعتبر في الأكاديمية من المصادر، مصادر البحث العلمي، إنها تشير لكل الأحزاب السودانية اللي نشأت في الأربعينات إلا الحزب الجمهوري لا تجد إشارة. والمذكرات محمد أحمد المحجوب، خضر حمد، عبد الماجد أبو حسب، والشيخ علي عبد الرحمن الأمين، كثيرين كلهم أنا درستهم بدقة شديدة وبدون ظلم اليوم، يعني إنهم ما بيذكروا الحزب الجمهوري. ولذلك طلاب الماجستير والدكتوراه أساتذة العلوم السياسية نفسهم بيستندوا على المراجع دي، ولأنه ما بيعملوا الحث النقدي وما بيعملوا نقد التاريخ بيمشوا طوالي بياخدوها كمسلمات، وده السبب الفصل جنوب السودان والفصل الجماعات، وهو العمق التهميش إنه الأساتذة اللي بيدرسوا نفسهم بيبتروا العقول زي المعارف في العقول كما قلت من قبل. يعني فيبقى دراسة التاريخ، ودي واحدة من الأشياء اللي قال لي الأخ كيف بتستوحي المعاني بتاعتك، هل بتستوحيها من مشروع الأستاذ؟ طبعا الأستاذ قال حتى معانيه وكلماته وكتاباته ممكن لأي ذول يمتلكها، طبعا باستحقاق التطبيق العملي. هناك منهج تطبيق عملي في الفكرة الجمهورية، لأن الفكرة الجمهورية هي غايتها إنجاب الفرد الحر حرية مطلقة، والإنجاب الفرد ده عنده منهج، والمنهج ده بتلقاه موجود. فلذلك انت اذا طبقت والتزمت بمعاني الاستاذ وقيمه، لان المساله متكامله، المعاني تتدفق عندك بصوره اكثر من فوق التصور يعني، وبالتالي هي بتكون لك ملهمه. والاستاذ قال هي نفسها انت يمكنك تمتلكها حتى بهذا الاستحقاق. ولذلك ده له علاقه بانه في شغلي في التاريخ، وانا متخصص في التاريخ
كما يقال بدخل الفكر في دراسة التاريخ. يعني ما بدرس التاريخ كما ممكن أي زول يجي يدرسه، بس تدعي الأستاذ إنه إدخال الفكر في العمل دي سنة نبوية، ده منهج أصيل، وده هو اللي بينمي الإنسان ويطوره فكريا وروحيا داخليا وفي خيالك ويلهمك المعاني. ولذلك أدخل الفكر في دراسة التاريخ، ولذلك التاريخ زي ما قال قبيل دكتور محمد، وأيضا أنا أضيف أقول إنه هو مش دراسة للماضي بقدر ما إنه أيضا هو نحول ونجعله آلية من آليات التغيير. ولذلك ما بنقبل المصادر بتاعت الدراسات السودانية المكتوبة حاليا لا تعين على تحقيق الوحدة، ولا تعين على بناء السلام، ولا تعين على بناء إنسان، وإنما تخلق إنسان مشوه، طالب صغير مشوه مبتور، المعارف مبتورة في داخله مشوه، ولا تعين على بناء السلام، ولا تعين على التعايش، ولا تعين أيضا على الإيمان بوحدة المصير المشترك. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا. والحزب الجمهوري حيواصل إن شاء الله شرحه والحوار في أفكار الأستاذ وفي مشروعه، وترقبوا الأيام الجاية ندواتنا. شكرا مرة تانية على صبركم والبرد شديد، وشكرا للمتحدثين.